أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نبتدئ بإذن الله المحاضرة الثانية من محاضرات السيكولوجي، وهذه المحاضرة بإذن الله تختص بال أول حاجة عندنا الاتنشن، ثم الثينكينج، ثم الإيماجينيشن، ثم الانتليجنس، وهم كلهم بيعتبروا ضمن مع البرسبشن الادراك اللي خدناه المحاضره الماضيه ضمن حاجه اسمها الكوجنيتيف سايكولوجي. وكوجنيتيف سايكولوجي يعني علم السلوكيات المعرفي، علم السلوكيات المعرفي. فهنتوكل على الله ونبتدئ بالاتنشن. الاتنشن احنا كنا قلنا ان الاتنشن معناها الانتباه. في التعبير قلنا ان attention تعني الانتباه، بينما البرسبشن ادراك، وكنا قلنا الفرق ما بينهم، ان في الادراك انت بتركز في يعني بتتلقى الشيء الحسي من غير ما تركز فيه، انما في الاتنشن اهم حاجه انك تبقى مركز. ونقطه ثانيه احب اقولها انه الكوجنيتيف سايكولوجي اللي هو علم السلوكيات المعرفي العماد اساسا هو الانتباه او الاتنشن. فده الاول موضوع من الموضوعات الاربعه باذن الله. فنتوكل على الله نبتدئ الاتنشن. فنبتدي بالديفينيشن. الديفينيشن هو الباور تو فوكس او كونسنتريت. ما احنا قلنا في الاتنشن بنحتاج ان احنا نركز. اون وان اور جروب اوف سيلكتد ستيمولاي، يعني هنركز في شيء بعينه او في مجموعه اشياء، وطبعا with exclusion of other stimuli، يعني هنركز في حاجه في شيء بعينه او في مجموعه مؤثرات ونغض البصر عن الباقي. ايه الكاركترستكس اوف اتنشن؟ ده يا اولاد ما بيجيش سؤال نظري، ده مجرد المالتيبل تشويس. وكنا قلنا اهم سؤال في المالتيبل تشويس ان الاتنشن بيبقى فيه concentration، انما الperception مفيش concentration without concentration. نيجي characteristics. اولا it improves the mental processing on a task، يعني بيحسن من الاداء العقلي للحاجه اللي احنا بنعملها. بدليل حتى ان احنا في التعبير العام يا اولاد نقول لك ايه، ركز معايا ركز. وبعدين it takes effort، يعني بياخد مجهود. بدليل لو طول if prolonged الواحد بيفيل drained، يعني خلاص استهلك. بدليل الواحد يقول انا مش قادر اركز، خلاص مش قادر. تالت حاجه انه الاتنشن من الكاركترستكس بتاعته ان عنده limited resources، يعني عنده حاجات قليله، يعني من حيث انه based on one thing، يعني ما عنديش امكانيات ضخمه في عملية الاتنشن. بدليل حتى ان احنا عندنا المثل يقول ايه يا اولاد، ابو بالين كذاب وابو ثلاثة منافق. يعني الواحد يقدر يركز في شيء بعينه مش في اكتر من شيء. وده بالمعنى اللي هناخده الكلمة اللي بعدها ان هو سيلكتيف. سيلكتيف يعني انتقائي اختياري. however it can be voluntary or involuntary، ممكن يبقى voluntary وممكن يبقى involuntary. واحد يقول لي يعني ايه، ادينا مثال لحاجه مثلا involuntary. زي بتذكر الراجل اللي هو لما بنروح لمحل بيبيع حلويات شرقيه مثلا، تلاقي الراجل عمال بيلف ويلف بنظام جدا بطريقه معانه، منتبه يبيع مليون يديك اللفه زي الفل، وفي نفس الوقت بي ايه يعني مش دماغه فيها قوي. بدليل حتى لما انت يعني تيب هيم تديله بقشيش بتلاقيه حتى بيقول لك متشكر، يعني برضه معاك. وده اللي هنشوفه في اللي بعدها، انه it can be divided، يمكن ان ينقسم ما بين حاجه اوتوماتيك اللي هو انه بيلف صينيه الحلوى، وفي نفس الوقت الديماندينج تاسك ان هو بيتشكر لك على انك انت اديت له بقشيش. وفي الاتنشن يا اولاد there is no single brain region، مفيش حته معينه بتقوم بموضوع الاتنشن. ده كان مجموعة أسئلة MSQ المعلومات دي. إنما فين بقى السؤال النظري هنا؟ عندي سؤال واحد نظري في الاتنشن
وهو اللوز اوف اتنشن، قواعد الانتباه، وهما ينقسموا الى خمس قواعد. يعني عندي خمس قواعد للانتباه، كل واحد يجي على حدة سؤال ما عدا الخامس طبعا ما بيجيش، فاول اربعه هما اللي بيجوا. فاول قانون او يعني ما احنا اللوز هنا هنعتبرها بقى قوانين الانتباه يعني، او قواعد اعتبرها زي ما انت عاوز. اول واحد اللي هو selectivity and attraction of attention، اللي هو جذب الانتباه، يعني انك انت to focus on one stimulus، تركز على مؤثر بعينه. حتى بناخد مثال هنا جميل، يعني الموضوع ده مهم في ايه؟ مهم في الناس اللي بتعمل اعلانات زي التي في advertisement، اعلانات التي في. وحتى موضوع ده اللي هو جذب الانتباه بيدرسوه في كلية الإعلام، في موضوع الإعلانات إزاي تعمل إعلان ناجح. هنا جذب الانتباه بيعتمد على شيء أي زي الإدراك، وعشان كده مش عاوزك تتلخبط، وقلت عشان كده تراجع السيكولوجي كل يوم بالليل، تديه ربع ساعة كده تراجع فيها بإذن الله العناوين الأساسية، وقلنا مرة ومرة ومرة عشان ما تتدخلش الأمور، ومش مهم الإجزامبلز، أنت ممكن هتجيب إجزامبلز. فتعال ندرس جذب الانتباه من واقع أن إحنا هنعمل إعلان في التي في. فيعني جودة هذا الإعلان تعتمد على إيه؟ على حاجة في الإكسترنال، في المؤثر، في المعلن عنه، إكسترنال أو ستيمولس فاكتورز، وحاجة إنترنال في الإنديفيديوال فاكتور، في الشخص اللي بيشاهد الإعلان. يعني الانتباه للإعلان يعتمد على شيء في الإعلان اللي هو external or stimulus factors، وشيء في الشخص اللي بيراقب الإعلان وهو internal or individual factors. فإحنا عندنا في external أو stimulus factors عندي سبع حاجات. أول حاجة intensity of the stimulus، يعني قوة المؤثر. 100% لما يبقى الإعلان معمول في لوحة كبيرة هيبقى أكثر جذبا للانتباه من إعلان على لوحة صغيرة، بدليل إن لما أنت شركة الإعلانات بتحاسبك حسب المساحة اللي هتاخدها الإعلان عن المنتج بتاعك. والمثال اللي هما بيديه يقولك طبعا إنك أنت لما يبقى في ذبابة على فيل طبعا هتلحظ الفيل ومش هتلحظ ذبابة لأنه للسايز. وعلى فكرة بكلمة intensity of stimulus هما لا يعنوا فقط حجم الإعلان، ولكن مثلا في الضوء، شدة الضوء بتاعت الإعلان كل ما كان أكثر يعني سطوعا يبقى أكثر جذبة الانتباه. ساعات بنمشي هنا في أحد الشوارع ونلاقي محل زكي فيعمل إضاءة أكثر من المحلات اللي حواليه، فتلاقيه هو اللي بيأخذ الانتباه أكثر. يبقى أول حاجة intensity of stimulus. تاني حاجة في السبع حاجات اللي بتؤثر في المعلن عنه اللي هو الاكسترنال أو stimulus factor، اللي هو repetition، اللي هو التكرار، الإعادة. طبعا لما تعيد الإعلام مرة ومرة ومرة بيبقى ثابت أكتر. هنا بيديه مثال آخر، بيقولك هو ليه الإنسان بيتنبه لجرس تليفون أكثر من تنبهي لجرس المنبه؟ لأن جرس تليفون متقطع في repetition، إنما جرس المنبه الألارم بيبقى مستمر. عشان كده ابتدى صانعوا المنبهات يتنبهوا للنقطة دي، وابتدوا يعملوا منبهات بتعمل برضو الصوت في ريبيتيشن، يعني يدي شوية ويقف شوية، يدي شوية ويقف شوية، لأن ده أكثر تنبيها. ثالث حاجة الانفاميلياريتي، يعني الخروج عن المألوف، زي المثال هنا كلاون. وأفتكر كان محل بيعمل إعلان عن نفسه لسه فاتح جديد، فحط قصاد المحل كلاون واقف على الساقين الخشب الطوال دول ولابس اللبس المجركز بتاعه، فطبعا في وسط كل الناس اللي ماشيه في الشارع مين اللي هياخذ انتباهك؟ الكلاون ده. فتبص الله كلاون، تلاحظ وراه المحل اللي بيعلن عن افتتاحه. يبقى استخدم حاجه اسمها unfamiliarity. طب نمره 4 changeability، زي flickering car. تملي لما تيجي عربيه هتاخد شمال او يمين بتعمل flickering، عارف اللي هو ضوء الاشاره ده اللي يقعد يطفي ويولع، فبيبقى اكثر جذبا للانتباه. طب نيجي نمره 5 الكونتراست، اللي بيعمل اعلان
لازم يخلي الفيجر الشيء المعلن عنه لونه يختلف تماما على الارضيه على الباك جراوند، يبقى في كونتراست، في تضاهي، في اختلاف ما بين الفيجر والباك جراوند. طب نمره 6 combination of senses، يعني لما الاعلان ياخد البصر والسمع احسن ما ياخد السمع بس. والمثال هنا ان 100% اعلانات التي في لانك انت تشاهد وتسمع اكثر تاثيرا من اعلانات الراديو التي تسمع فيها فقط، يبقى ال combination of senses. طب نمره 7 والاخيره combination of factors، ان بقى المعلن يعني محترف يحقق السبع حاجات دي في الاعلان. يبقى الاعلان السايز مثلا وشده الاضاءه الانتنسيتي كبير، وبعدين يكرره يبقى فيها ريبيتيشن، ويبقى معمول بصوره غير مالوفه. دلوقتي كل الاعلانات بتقعد لاول دقيقه ما انتش فاهم هم بيعلنوا عن ايه، ما هو ده الانفاميلاريتي عشان يشدك عاوز تعرف ايه ده، هينتهي بايه الاعلان. وبعدين التشينجبيليتي اللي هو زي الفليكرينج كار قلنا لايت، وبعدين الكونتراست ما بين الفيجر والباك جراوند، وبعدين استخدام اعلان تي في احسن من اعلان راديو عشان كومبينيشن اوف سنسز، وبعدين كومبينيشن اوف فاكتورز. تقل للانترنال او انديفيديوال فاكتورز، يعني حاجات في الشخص اللي بيشاهد اعلان تؤثر في انجذابه لهذا الاعلان. فاول حاجه عندنا اللي هو يا بيرمننت يا تمبرارلي فاكتورز، يا حاجات دائمه يا حاجات مؤقته. دائمه زي ايه؟ هنقسمها الى جنرال وسبيسيفيك، وهنرجع نقسم الجنرال الحاجات العامه الى حاجات فيزيكال زي الاكيوتي اوف فيجن اند هيرنج. ما هو ما تجيبش راجل طاعن في السن بيتفرج على التي في ولو شايف ولو سامع وتقول له واخد بالك شايف الاعلان سامع، ما هو لا شايف ولا سامع، فده مش هينتبه الاعلان. منتال اللي هو الاي كيو اللي هو معامل الذكاء، درجه ذكاء الشخص. انا بقولها دي تملي، ساعات اغير موضع لوحه في البيت او كومود معين احطه في حته تاني، ففي عندي بعض الاصدقاء تلاقيهم اول ما يدخل يقول لي انت بغير الصوره دي، الصوره دي ما كانتش هنا. ليه؟ الاي كيو بتاعه عالي بيلاحظ بسهوله، واحد تاني ولا هو في الدنيا. وساعات انت حتى زي ما بقول تبقى لابس نظاره جديده، بعدين تيجي لواحد صاحبك تقول له بص كده عليا شايف ايه الجديد بقى فيا، يقعد يبص لك زي القابله كده هو مش فاهم ايه، يا ابني بص ايه اللي متغير، ولا هو هنا. لكن الناس اللي عندها اي كيو جامد درجه المعامل الذكاء بتاعها عالي، بيبقى درجه الانتباه بتاعتها عاليه. نيجي بعد كده سبيسيفيك بقى زي الاكوايرد هابت. الشخص اللي بيشتغل في مثلا انت بتكلم واحد عشان الموبايل بتاعك فيه مشكله والخط يرجعه لك تاني او دقايق او بتاع، فيقول لك طب قول لي الرقم بتاعك، لان هو يعني معتاد اكتسب اكوارد يعني مكتسب العاده انه ياخد تليفونات، فبتبقى مستغرب تقول له تليفونك مره واحده هو بيكتب وراك خلاص عرف. بينما احنا يمكن عشان ما عندناش العاده دي اما واحد يمليك تليفونه تقول له طب قولها تاني معلش غلط قولها تاني قولها تاني. انما هو ليه كان اكثر انتباها لرقم تليفونك؟ لانه هو تعود عنده acquired habit specific. نيجي temporarily بقى، في ثلاث حاجات هناخدها في temporarily. physical، انه واحد مثلا اقول له انت ليه يا فلان مش منتبه للمحاضرة النهاردة، يا معلش يا دكتور اصل انا سخن شوية يعني تعبان شوية المرة الجاية هبقى اكثر انتباه. يبقى حاجة temporarily مؤقتة physical بسبب ان انا سخن، او mentally ليه مش منتبه depressed في حاجة مضايقاه عشان كده مش منتبه، لما تزول الحاجة اللي مضايقاه دي هيبقى أكثر انتباه. وبعدين السات اللي هو التهيؤ للانتباه، يعني 100% زي بيقولوا حتى المثال إن student attending a lecture عشان خاطر يعني بيحضر محاضرة عشان يفهمها، غير جايب معاه واحد صاحبه قال له تعالى معايا المحاضرة وهو مش يمكن مش في الكلية خالص، بس لحد ما المحاضرة تخلص وبعدين نخرج نتغدى مع بعض ونروح السينما وما شابه. الاولاني قاعد في حاله مهيئ جاي عاوز يفهم المحاضره، فطبعا هيبقى اكثر انتباها لكل اللي بيتقال فيها. الثاني اللي هو جاي كده يعني يعني مجرد مصاحب لحد بس المحاضره تخلص ويخرج معاك، ده بيبقى مش متنبه المحاضره. يبقى اول قانون واشهر قانون اللي بتيجي اللي هو جذب الانتباه بيعتمد على شيئين. سبع حاجات
في المعلن عنه اللي هو الاكسترنال او ستيمولس فاكتورز، وبيعتمد على شيئين في الانترنال او انديفيديوال فاكتورز، حاجه بيرمننت وحاجه تمبوراري. طيب تقل الى القانون الثاني من قوانين الانتباه، shifting of attention، اللي هو تحول الانتباه. تحول الانتباه ده is a constant character، يعني خاصية دائمة ثابتة في الانتباه، ان لا يمكن الواحد يقعد منتبه لنفس الشيء بنفس الدرجة فترة طويلة. الواحد كل شوية بيتحول انتباهه، حتى وانت بتحضر المحاضرة وانترس فيها كل شوية يحصل تحول في الانتباه. طب ده سببه ايه؟ ده القانون التاني اللي بيجي سؤال نظري لوحده، يعزى لخمس اسباب. اول حاجة spontaneity، يعني تلقائية، كلنا كده دون ان ندري بتلقائية فجأة تبص تلاقي نظرك وسمعك تحول من على البورد بتاع المحاضر، بتبص اللي جنبك، بتبص على باب المحاضرة، بتلقائية. نمرة اتنين الساتيشن، تشبع. ساعات تلاقي عندنا مثلا مذيع عمال يلت ويعجن ويقول اللي بيقوله يعيده واللي يقوله يعيده تاني، فخلاص يعني احنا فهمنا تشبعنا بقى، انقل على موضوع تاني او احنا ننقل على المحطة خالص. ليه ساتيشن؟ تشبعنا باللي قاله. او مونوتوني، كسر حدة الرتابة، ما اقدرش انا اقعد اشوف نفس البرنامج طول الليل او اسمع نفس المغني او ما شابه، عاوز اشوف حاجه تانية، عاوز اكسر حده الرتابه. نمره اربعه فتيج. ساعات نقول لك الله انت بطلت تذاكر ليه؟ انت كنت منتبه للمذاكره وبتذاكر، تعبت بقى انا عاوز اريح خلاص مش قادر. فتيج. او تلاقي حتى طالب تعب بحيث ما كملش المحاضره وخرج. نمره خمسه اكسبلوريشن، الاكتشاف. ودي تحصل امتى بقى؟ لما يبقى فيه complex objects، زي بدي مثال لطيف، يعني عندك اكتشاف انك انت عاوز تديسكفر حاجة معقدة، زي واحد اشترى كمبيوتر جديد، هذا الكمبيوتر فيه هارد درايف، فيه سكرين، فيه كيبورد، فهو عاوز تفرج شوية على الكيبورد. طب ايه اللي خلاته حول انتباهه من الكيبورد وراح للهارد درايف؟ عاوز يكتشف الهارد درايف، الباتومز، الزراير اللي فيه، السويتشز اللي فيه، ثم راح للسكرين عاوز يشوف مواصفاتها ايه. يبقى هنا التحول بغرض الاكسبلوريشن، الاكتشاف. يبقى تحول انتباه دي حاجة ثابتة، في من الخصائص الثابتة في الانتباه، وتعزى لأسباب خمسة اللي هو التلقائية والتشبع وكسر حدة الرتابة للناس اللي بتحب العربي، والفتيج التعب، والاكسبلوريشن الاكتشاف. نيجي الديستراكشن، يعني تشتت الانتباه مش تحول، تشتت. ده النيجاتيف اسبيكت اوف اتنشن، ده الوجه السلبي للاتنشن. سببه ايه؟ ذلك يعزى لسببين، يا حاجه اكسترنال يا حاجه انترنال. يعني حضرتك دلوقتي بتسمعني ومنتبه اللي انا بقوله، وفجاه جالك تكست مسج، وفجاه جالك تليفون رن، فانت تحولت عن سبب تشوف مين اللي بيتصل بيك، مين اللي بعت لك التكست مسج. او واحنا مثلا بنبقى ساعات قاعدين وبنتسامر وكل حاجه، نسمع بيبي عيط فجاه لانه وقع او حاجه، كلنا نهرع ونجري عليه ونقطع الحاجه اللي كنا منتبهين فيها. او سمعت صوت حادثه في الشارع. يعني اللي عاوز اقوله الامثله لا تنضب، اي حاجه اكسترنال نويزز بسبب كار كراش، فانت تشتت انتباه. لكن ربما تكون لسبب انترنال، حاجه فيزيكال مثلا، انك انت وانت سامعني فجاه حسيت بعطش شديد، فهتسيبني دقائق كده تروح تشرب وترجع، يبقى حاجه فيزيكال. او رغبه في التبول، يعني desire to urinate، يبقى دي حاجات فيزيكال. نيجي حاجات منتال بقى، preoccupation by idea، يعني في فكره بتحتل ذهنك ومسيطره عليه. انك امبارح مثلا رحت تقابل، وانت فاهمني وانا فاهمك، شخص بتعزه، واتكلفت رحت جبت بقى بوكي ورد بالشيء الفلاني، وقعدت مستني نص ساعه والشخص ده ما جاش، فانت من ساعتها متنكد والفكره محتله دماغك، هو ليه ما جاش؟ انا عملت حاجه ضايقته، ويمكن مش عاوز نبقى اصحاب بعد كده، حاجات من هذا القبيل. يبقى فكره
متملكة ومحتلة ذهنك، أو نمرة اتنين بسبب الأوبسيشن اللي هي الوسواس. عارف الناس اللي عندها الوسواس القهري ده، الوسواس الخناس، يعمل أفكار تتوسوس في صدره فمش قادر يركز، فعنده تشتت في الانتباه، أو flight of ideas اللي هي بقولها زي الشخصية اللي مثلها الراحل رحمه الله يونس شلبي أما كان في مدرسة المشاغبين، من فكرة يدخل في فكرة تاني، يدخل فكرة تالتة فيشتتنا، ما احنا مش عارفين، فشتت انتباهنا لأن ما فيش موضوع محدد، عنده flight of ideas بنسميها حتى إسهال فكري، يعني الأفكار عمالة كده تنساب واحدة ورا التاني مش عارفين نلاحق. طب بقيت سؤال الديستراكشن، elimination of distraction، إزاي نمنع تشتت الانتباه؟ قال لك بأربع طرق، وأنا أقولها بطريقة لطيفة عشان تفتكرها. أول حاجة get rid of the distracting stimulus. طبعا الأول هدي مثال قبل الطريقة اللي هقولها، يعني مثلا أنت بتذاكر، واحد مولع التلفزيون بصوت عالي وحتى الأغنية لطيفة اللي بتسمعها فمش قادر تركز معاها ولا مع الأغنية، فتقول له من فضلك وطي التي في أو اقفل التلفاز، يبقى get rid of the distracting stimulus. نعم، أنا هاخد مثال تاني لطريف عشان تفتكروه. حضرتك وانت بتذاكر فالشباك بتاعك أطلق منه فتاة لطيفة جدا ومبسوطة من حضرتك دكتور، وابتدت يعني ايه تشغلك شوية، طب كده انت مش هتعرف تراجع، مش هتعرف تذاكر، فالحل ايه؟ اقفل الشباك، يبقى get rid of the distracting stimulus. طب تاني حاجة putting an extra effort in attention، ولا لا كده بقى ايه، انا كده مش هنجح، فاضل ايام قليلة على الامتحان، فتحط مجهود اكتر في التركيز عشان تتجاهل المؤثر الخارجي ده. نمرة ثلاثة نيجاتيف ادابتيشن اللي هو التكيف السلبي، ان انا اقول لا انا هنسى ان انا شفتها وهي بتشاغلني، او ان في فتاة اساسا، او ان في عمارة اساسا قصادنا، ما فيش حاجة ورا الشباك، انا هذاكر، كل ده مش نافع. طب نمرة اربعة combining the distracting stimulus in the main task، يعني في الاخر مش قادر بقى، دماغي مش قادر تطلع منه الفتاة دي، فروحت فاتح الشباك قلت لها على فكرة انا بذاكر سيكولوجي، والسيكولوجي ده مادة لطيفة قوي، ما تيجي نقرا مع بعض ونتفاهم كده فيه واشرحه لك كويس. يبقى انت الحاجة اللي خدت انتباهك، شتتت انتباهك، دخلتها في المين تاسك وهو المذاكرة. ده القانون الثالث، وبيجي برضه لوحده، يبقى يجي يا اما جذب الانتباه نمره واحد، تحول الانتباه نمره اثنين، تشتت الانتباه نمره ثلاثه. رابع واحد اللي هو sustainability اللي هي الانتباه المتقد، يعني انتباه زائد عن الحد اللي هو opposite to 2 and 3 عكس 2 و3، زي يقول لك نار متقده يعني قويه، انتباه قوي. وهذا نحتاجه، we needed in studying، انت تحتاج السستينابيلتي دي اوف اتنشن في المذاكره، تبقى متنبه اكثر مما ينبغي. في اربع عوامل تساعد على ذلك. نمره واحد الانترست، انك تبقى حابب الماده اللي بتذاكرها وحابب الشخص اللي بيشرحها لك وحابب الموضوع ككل، فطبعا منتبه، ما انت زهقان منه. طب نمره اتنين كيوريوزيتي، الفضول، زي ما اكون بقرا روايه بوليسيه وبعدين في نقطة معانا بقى حل اللغز بتاعتها، وقالوا لي تعالى تعالى رحت في أكلة حاجة من هذا، قالوا لا مش قادر أجي، استنى بس ما أقرأ الحتة دي أما أشوف إيه اللي حصل، أو أنت بتشاهد يعني موفي في أكشن جامد وقالوا لك قوم تعالى كل معانا، برضه بالعكس عندك انتباه متقد إن عاوز تشوف هترسى على إيه القصة دي. نمرة ثلاثة إيه الحاجات اللي هي تساعد الانتباه المتقد؟ punishment، ان يقول لك في البيت بوس اذا ما نجحتش وبقيت كويس مش هنعمل، مش هنجيب لك موبايل، مش هنجيب لك عربيه، مش هتروح رحله، فانت ليه بتذاكر كويس؟ خايف من البانشمنت. واهم بانشمنت يا اولاد، واهم بانشمنت اللي انت تعرفه روحك، وعدم التميز، لان لم ارى عيبا في عيوب الناس كنقص القادرين على الكمال. انت تقدر تبقى كويس، ليه تبقى وحش؟ هو ده العقاب، انك انت ما تاخدش الحاجه اللي تستحقها، يعني انت يو بانش يور سيلف، عشان كده انت منتبه وهتذاكر. نيجي بعد كده الماستري موتيفز، دوافع التصميم، انت مصمم ليه الطالب ده ما فيش حاجه واخده انتباهه من المذاكره ومركز في علمه؟ لانه مصمم انه يبقى من 10 الاوائل،
ماستري موتيف. يبقى دي الاربع اسباب اللي بتؤدي الى سستينابيليتي. طيب نيجي القانون الخامس في الاتنشن، وده ما بيجيش لانه زي ما انت شايف انه سطر، يعني فلكتويشن اوف اتنشن، تموج الانتباه. يعني انا منتبه، لن يتشتت انتباهي ولم يتحول، لكن حتى وانا منتبه بيحصل زيادة ونقصان في درجة الانتباه، تموج في الانتباه. بدليل ان الشارع الجيد اللي عارف هذه الخاصية من خاص الانتباه، ما انا عارف ان الطلبة منتبهة معايا في المحاضرة، ومع ذلك لما اجي الحتة مهمة اقول لهم من فضلكم انتبهوا. طب هم منتبهين، بس انا عارف ان بعضهم ربما بسبب الفلكتويشن بقى في الباطن بتاع الاتنشن منتبه بس انتباه خفيف، والحته دي مهمه فاقول لهم انتبهوا عشان يرجع تاني للبيك بتاع الاتنشن، لان الاتنشن فيه فلكتويشن. فانا بنبهك اطلع بقى تاني معايا. نيجي ديس اوردرز اوف اتنشن. ديس اوردرز اوف اتنشن ده ام اس كيو فقط. في مرض اسمه هايبر بروسيكشيا اللي هو abnormal high attention، استغراق قوي في one stimulus، واخد انتباهك بطريقة مرضية، which may lead to exhaustion، هيؤدي إلى إجهاد. ده بيحصل فين؟ لقينا أنه بيحصل أكتر في الناس اللي عندهم traumatic brain injury، إصابة في المخ، لكنه بيحصل أيضا في الناس اللي عندها hypomania، يعني اللي هي تفكيرها بسيط. وفاكر دي كانت موجودة في فيلم حكيت لكم عنه اللي هو الرين مان بتاع داستون هوفمان اللي خد فيه أوسكار، والفيلم نفسه خد أوسكار. كان عنده انتباه يعني هايبر بروسيكشيا، استغراق رهيب، يقرأ الدليل التليفون، حفظ كل النمر، وبعدين يدخل يلعب بوكر حفظ الورق اللي هو نزل، وبالتالي عارف ايه اللي فاضل. وبالتالي على فكرة عارف الناس دول، بس طبعا الناس دول خوارق يعني مش هايبومانيك، بيمنعوهم من انهم يدخلوا الكازينوهات بتاعة القمار لانهم بيخسروهم، بيبقى عندهم انتباه ضغط. لكن هي اكتر مش في الاسكية في الهايبومانيك وفي الناس اللي عندهم برين انجري. طيب نيجي الان اتنشن اللي هو بقى بالعكس ما فيش انتباه. انا الحقيقة بحب اقول المثال الاشهر اللي هو الـ ADHD، وانا عملت حلقة تلفزيونية مع الدكتورة مها رداميس اللي هو الـ Attention Deficit Hyperactive Disorder اللي هو نقص الانتباه لفرط الحركة، اللي هو لما تلاقي طفل عمال في الفصل يتحرك كتير بحيث مش منتبه للدرس. فحتى كان المدرس يقول جملة جميلة، يقولك ايه، تعال اسمعها، كثير الحركة في غير الصالح. كان يكتب كده، ما كانوش عارفين المرض ده زمان، فيكتب كثير الحركة في غير الصالح، وبالتالي مش مركز. فعش كده يسموه attention deficit يعني نقص الانتباه، hyperactive disorder بسبب الحركة الكتير. المرض ده لحسن الحظ ليه علاج على فكرة، بندي العيانين دول الأطفال دول ريتالين بس قبل سن 7 سنين، ودلوقتي في أدوية أكتر هبقى أتكلم عليها لما أعمل حلقة على attention deficit hyperactive disorders. وده لكن الـ inattention بيحصل في حالات أخرى، زي لو واحد depressed أو واحد أساساً في كومة يعني في غيبوبة مش واخد باله خالص. طيب نيجي الديسوردر الثالث اللي هناخده اللي هو distractibility. distractibility اللي هو constant distraction، يعني على طول مشتت. فالمرض حتى اسمه paraprosexia اللي هو يعني تشتت دائم، تشتت مستمر. ده اللي هي الأمراض دي. جالكوا سؤال MSQ، كان هذا هو الموضوع الأول يا أولاد. طق الموضوع الثاني وهو الأصعب شوية الحقيقة برضو عشان نتفق، اللي هو اسمه الثينكينج، وهو تاني حاجة بناخدها النهاردة غير البرسيبشن اللي خدناها من الكوجنيتيف سايكولوجي اللي هو علم السلوكيات المعرفي. طيب تعال نبص مع بعض. ثينكينج في أبسط تعريف هو solving mental problems، يعني المقدرة على حل الإشكاليات بالعقل. طب نيجي قلنا إيه هو الكوجنيتيف سايكولوجي؟ ما احنا قلنا الكوجنيتيف سايكولوجي اللي هو العلم السلوكيات المعرفي، ده المنتال بروسيس اللي عن طريقها بنستطيع ان احنا نعمل آتي.
اللي عن طريقها الانفورميشن اللي بنتلقاها بيتم ان احنا نعمل لها موديفيكيشن نمرة واحد، وبعدين نخليها مينينجفول مفيدة نمرة اتنين، نختزنها نمرة تلاتة ستورد، ريتريف نسترجعها نمرة اربعة، نستخدمها نمرة خمسة يوزد، اند ايفن نتبادلها كوميونيكيتد تو اذرز، يعني نديها الاخرين. انا بدي شويه امثله كتير عشان تفهم هل المعارف بيتم تغييرها موديفايد. اه طبعا، حضرتك بتبص لصوره القمر، كلنا اتفقنا ان احنا لما تبص للقمر كلنا عندنا خيال ان في ارنب قاعد في القمر، صوره كده مشهوره جدا، يعني احنا هو ما فيش ارنب ولا حاجه، بس احنا خدناها على انه منظر ارنب لان كده مور مينينجفول واختزلناها. وانا مسألك القمر بيبدو ان في ايه دلوقتي، تقول لي في ارنب، او بيعملوها بطريقه تانية ان واحد دخل على واحد وبعدين قعد يطعن فيه، انت شفت يوريك فيديو عمال يطعن 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 فيه، وبعدين يسألك، فانت طبعا بيطعنه يبقى بغرض اللي عاوز يقتله، فنقول لك كان ماسك ايه في ايده، فانت تقول سكينه، يعني شوف في موديفايد، مع انه في الحقيقه في الفيديو ده كان ماسك موزه بنانا. يبقى احنا بن 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 بنموديفاي الانفورميشن عشان تبقى ليها معنى، وبالتالي ويستورت نخزنها ونسترجعها ريتريف ونستخدمها وننقلها للاخرين. نيجي تاني برضو، ده مش نظري يا اولاد، ده ام اس كيو، سيركل اوف ثوتس اللي هو دائره التفكير، تشمل ايه؟ تو ديسكرايب، الوصف، الابوريت انك تظهر المعلومه، ديسايد تقرر، بلان تخطط، جايد تو اكشن تقودنا للاكشن. وبتبتدي باستقبال، باي ريسيفينج سنس انفورميشن، باستقبال المعلومه الحسيه، ده بيسموه سيركل اوف ثوتس. نيجي بقى الانفورميشن بروسيسنج سيستم، الميكانيزم اوف ريسيفينج انفورميشن هي استقبال المعلومات، بريزنتينج ات ويذ سامبلز، اظهارها في صوره سامبلز، يعني قلنا يعني رموز، مانيبيوليتينج ات يعني نغير فيها، ده يسموه الانفورميشن بروسيسنج سيستم. نبتدي بقى الكلام المهم، tools of thinking اللي هو symbols، symbols يعني رمز، يعني ادينا امثله، يعني ايه رموز؟ قد يكون الرمز verbal يعني كلمه منطوقه، اللي هي ايه اشهر حاجه الاسماء، انا بقعد اقول لك صديقك الطويل الرفيع اللي عينيه خضره اللي ماسك شنطه كبيره اللي بيلبس كذا، شوف هتاخد قد ايه عشان تعرف عليه. لكن لما اقول لك صديقك هاني، خلاص الاسم اذا سيمبل للشخص ده ما احتاجناش نقوله، اقول لك حاجه الحياه كلها سيمبلز. اما اقول لك عربيه هوندا سيفيك، خلاص فهمت انا بتكلم على ايه، بدل ما اقعد اوصفها لك عشان تعرف اني عربيه اللي بتكلم عليها، ساعه رولكس وهكذا. نيجي الدياجرام شرحه، شايف انا رسم لك دياجرام اهو، هذا الدياجرام موجود عندنا هنا اللي هو معناه ستوب ساين، فأول ما نشوفه معناها بيبقى موجود عند الانترسكشن عند تقاطعه، معناها توقف عشان العربيات ما تخبطش ببعض. والقاعدة بقولها لك فقر المعلومات العامة، طب مين لما نتوقف مين يمشي الأول؟ أول واحد وصل للستوب ساين. طب افرض أن السيارتين وصلتا في آن واحد، ده كلام بره القصة، اللي جه اليمين الأول، لو يعني احنا اتنين وصلنا في آن واحد، اليمين هو اللي يمشي الأول، يبقى اللي جه الأول يمشي يمين او شمال. طب لو الاثنين وصلتا في ان واحد، اليمين له الاسبقيه، يبقى ده ستوب ساين، يبقى ده دياجرام اهو. ممكن يبقى اوبجكتس، اشياء، يعني ساعات حتى الدكتور وهو عاوز يشرح لك مثلا حاجه معينه سيمبل للقلب فيجيب لك قلب، او بيشرح لك مثلا الانزلاق الغضروفي فيجيب لك العمود الفقري وفي ما بينه حتت كاوتش يقول لك دي بتمثل الديسكس وده انزلق وحصل، كل دي سيمبلز بتساعدنا في الثينكينج، ده التولز دي اللي هي ادوات التفكير. نيجي الكونسبت، يعني ايه كونسبت؟ يعني مفهوم.
اللي هي الايديا اباوت ذا مينينج اوف سيمبلز، يعني الفكره التي تشرح غرض السيمبل. زي مثلا اهو ده الستوب ساين، يبقى اللون ده يشرح ان دي ستوب ساين، وتشرح كل القصص اللي انا حكيتها لك دي. الايديا اباوت ذا سيمبل ان دي لما نلاقيها نتوقف، اللي ناحيه اللي يوصل الاول هو اللي يمشي الاول، لو وصلنا اتنين في ان واحد يمشي اليمين. طيب هذا الكونسبتس المفهوم بنعرف عنه النقاط الاربعه الاتيه: they have properties and features shared with others، يعني فيهم خصائص بنتشاركها مع الاخرين، وده اللي لسه قايلينه، يعني كلنا لما بنبص لدي فهمنا ماذا تعني وهنعمل ايه. طب نيجي types of concept، انواع المفاهيم. concept يعني رؤى او مفهوم. في يوجد نوعان من الconcepts، يا formal، يعني formal يعني عشان نقولها بطريقه سهله، يعني عارف اقول انا لابس formal يعني لابس رسمي او نظامي، ده formal concepts. وفي natural concepts، natural عن طبيعي، ودول على فكرة more common. نيجي ناخد فكرة عن الformal concepts، المفاهيم النظامية اللي هي بيحكمها set of rules، قواعد وproperties وخصائص. وبدي مثالين حلوين قوي، زي ما اقول لك square، مربع، خلاص كلنا ده مربع يبقى فهمنا بنتكلم على ايه، يبقى شكل رباعي متساوي الاضلاع، زوايا الأربعة متساوية وقيمتها right angles 90 درجة. لما أقول لك equilateral triangle، مثلث متساوي الأضلاع، يبقى إحنا متفاهمين على الرولز، يبقى لازم الأضلاع الثلاثة متساوية والزوايا الثلاثة متساوية وقيمتها 60 درجة. ده الformal concepts. طب نيجي بقى الnatural concepts، زي كلمة home. home يعني تعني حاجة من ثلاثة: the born place، مكان الميلاد، ده الهوم. فأقول مثلا أنا الهوم بتاعي بني سويف، في الصعيد بني سويف، وده حقيقي اللي هو المكان اللي اتولدت فيه، حب الصعيد أوي. أو الهوم اللي هو قد يعني الهاوس، اللي هو المكان اللي انت عايش فيه، حتى الواحد لما يرجع بيته يقول هوم سويت هوم، يعني البيت الحلو اللي هيحس فيه بالدفء. أو الكونتري، My home is Egypt مثلا، وكل واحد لبلده. فالهوم هنا ده قد يعني مكان الميلاد، قد يعني البيت، قد يعني الوطن. تاني حاجة في الconcepts propositions، اللي هو العروض، proposition اللي هي بتشرح relation between concepts. يعني أديك مثال، أقول لك أنت تعتقد إن منى زكي ومنى شلبي أيهما أجمل؟ طب أيهما يعني أعمق في تمثيلها؟ أو أقول لك تفتكر محمد صلاح ولا ميسي؟ مين أكثر حرفية في اللعب؟ أو أقول لك هاني ولا شاكر أيهما أذكى؟ يبقى ده البروبوزيشن. طيب نيجي بقى الحته الجايه عاوزك تركز معايا فيها، لان لو ما فهمتهاش معايا هتبقى صعبه شويه يا اولاد، اللي هي سكيما ومعناها مخطط عقلي، تخطيط عقلي، وجمعها سكيماز او سكيماتا، يعني في تو بلورال للكلمه هنا. تعال بقى نفهم دي، نبتدي في بلون تعريف. هي المنتال كونسبتس، المفهوم العقلي اللي بيكاتيجورايز، يعني بيصنف الأشياء، objects، people، events، places، عشان يسهل نحن to deal with them، نتعامل معها ونتوقع إيه عنها expectation. واحد قال لي أقول لك بالحقيقة، قلت له قول لي أنا عارف تقول إيه، قال لي مش فاهم ولا حاجة من أنت قلت، قلت له طبعا psychology إذا ما تقلش بأمثلة مش هتفهم. واحد قال لي طب فهمنا أكتر، ما هي المخطط العقلي؟ أنا بقى هتخيل العقل ده كأنه كمبيوتر يا أولاد، حلو؟ وأنت الكمبيوتر ده حاطط المعلومات في فايلز،
الفايلز دي اللي فيها كل فايل فيه مجموعة متماثلة من المعلومات تستدعيها وقتما شئت عشان خاطر تقدر تتعامل أسهل. دي هي اللي بنسميها سكيمز. طالب قال لي فهمت شوية بس مش قوي برضو، لسه ما فهمتش قوي. طب أقول لك التالتة مش هتفهم قوي برضو، هي المنتال فريم ورك اللي هو الهيكل العقلي اللي بيبندل النوليدجز، يعني بيجمع المعلومات في صورة سهلة تسرع التفكير، تسرع التصرف، تعمل لنا اكسبكتيشن عن الشيء. فهمت شوية بس مش قوي. طيب تعال اديك مثال بقى، الامثله هتفهمها لك كويس قوي. العالم مزدحم جدا 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 بالمعلومات، فاحنا حاطين صوره بتشمل كل حاجه عشان لما تحصل نستدعيها. يعني اديك مثال، مثلا لو انا جيت هنا في كندا وقلت الخريف، ايه؟ وعلى فكرة الصورة اللي هستدعيها انا المخطط العقلي بتاعي لهذه الكلمة هيختلف عن حضرتك. فانا هنا الخريف يعني عندي تغير الوان اوراق الشجر، سقوط اوراق الشجر، بدايات الدراسة او الطلبة في نص الدراسة، بداية ان ينزل سنو والواحد اللبس اللي كان متخفف يبتدي يتقل. شخص كلمة واحدة تقول لي اوطم يستدعي كل هذا، وده اللي بنعمله وحضرتك بتعمله. بقول لك انت هنتقابل يوم 20 فبراير، وانت من غير ما نتكلم ده استدعي 20 فبراير حتى في بلادنا العربية، ده معناها شتاء جامد. يبقى ده ما هنتقابل، يبقى حضرتك لازم هتلبس تقيل، من غير بقى ما تضطر انك تقول لما اشوف يوم 20 فبراير الاحوال الجوية شكلها ايه. انت في مخطط عقله في عقلك يعني شهر فبراير، دي حاجة. طيب ناخدهم واحدة واحدة بقى. بالنسبة لل يعني الكاتيجوري ده الأوبجكت، يعني ما بتشوف شيء أقول لك إيه ده، بتعرف تتعامل معه، بتحطه على طول في المخطط حتى وإن كان أول مرة حضرتك تشوفه. وأوريك حاجة لطيفة قوي قوي، يعني تبص معايا عليها كده. لو أنت ده حاجة أول مرة تشوفها بس هتحطها في هتجيب الفايل بتاعها تفهم دي إيه على طول. أهي، إيه رأيك ده؟ لأن أنت عندك مخطط عقلي، مش هتقول عليه ده راجل، ده كرسي، وإن كان معمول بشكل غريب أهو، شكل رجلين وإيدين. يبقى نحن نستخدم السكيمة في إدراك وبالتالي التعامل، هتفهم فأقول دي برغم هذا الشكل إن ده بقى كرسي هتقعد عليه، ده مش راجل هتحتضنه وتسلم عليه، مش هيحصل ده كأوبجكت. في البيبل في عندنا ستيريوتايبينج، يعني حضرتك تشوف واحد لابس لبس بوليس تروح مطلع الفايل وماشي وراك بالعربية، ده بوليس وعربية بوليس ورايا، يبقى ده الظهر ده أنا عملت، تبتدي تبقى نيرفس، الظهر ان انا عملت مخالفه، هل هقف، هل المفروض افسح له يمشي ومش قصدنا انا، يعني ان ده الرجل المرهون بتطبيق النظام. ربما اما تشوف بوليس في الشارع بيجري، يبقى ده ممكن هيأرست واحد او في حادثه هيساعد الناس. وبالتالي بقى خد ممرض، خد ام في اي بيبول ستيريوتايبنج. حتى ناخدها على مستوى الفرد، في صديقه، في صديق انت عارف ان هو شاي خجول، معزومين لحفلة صاخبة، انت تستدعي المخطط ان الشخص الخجول ده لن يسعد في هذه الحفلة الصاخبة. ده كان افضل ان ناخده مكتبة، ناخده نروح سينما، حاجة هادية كده. ازاي بتعرف ان ده هينفع وده مش هينفع؟ بتستدعي الحاجات دي، بتستدعي الايفنتس. يعني مثلا هنا في حاجة اسمها، خلينا نقول حفلة تنكرية بلاش الهالوينز، حفلة تنكرية تستدعي. طب حفلة تنكرية دي هنعمل ايه؟ تجيب المخطط الفايل في مخك، مفروض هنلبس لبس مش تقليدي عشان احنا رايحين، وبعدين رايحين نضحك مش هنبقى سخاف. بتجيب السكيمة بتاع الحكاية دي، لان العالم معقد جدا، معلومات رهيبة. السكيمة بتخلي الادراك
سهل، التعامل سهل، التوقع سهل. يعني حتى التوقع انك انت تقدر في الاكسبكتيشن، اهو شوف ديل ويز التعامل والاكسبكتيشن، يعني تقول صاحبي ده لا يمكن يفشي سري، ده لا يمكن يعملها، صاحبي ده لا يمكن استعين بيه في وقت الضيق هيسيبني. بتساعدك في الاكسبكتيشن، زي ما قلت لك في الـ في الـ في الـ لما اقول لك 20 فبراير يبقى لازم هتلبس ايه، خلاص ده اللي هو السكيمز. انا عاوز اقول لك السكيما دي ممكن تتغير، وانا عاوز اقول لكم حاجه يعني لطيفه كده. هقول لك شويه حاجات وبعدين شوف انت هتعمل ايه. بوريك انها ساعات بتبقى خادعه. اقول لك شويه حاجات اسمعني. تثاؤب، تعب، احلام، سرير، ناب، استيقاظ، انهاك. سمعت دول؟ طيب عارف السكيما بتساعدك انك دول كلهم بيدوروا في موضوع واحد، فانت لميت الموضوع. طب ايه رايك بقى انا هقول لك اربع حاجات وتقول لي انا قلتها ضمن الحاجات دي ولا لا. سرير، اللي قلت سرير. احلام، قلت احلام. حذاء، لا ما قلتهاش. عارف ليه انت قلت ان انا ما قلتهاش؟ لان الحذاء مش داخل في المجموعه دي. طب نوم، يقول لي داخله. ايه رايك بقى راجع الفيديو تاني، انا ما قلتش كلمه كانش فيها كلمه نوم. فساعات السكيمة دي بتؤدي الى خداع، يعني احنا بنخدع. انت خدعت لان كانت كل مجموعة الحاجات اللي انا قلتها متعلقة بالنوم، لكن ما كانتش كلمة نوم فيها. فاحنا بنعمل السكيمة دي بروحنا، بتساعدنا زي ما بقول في التذكر، بتساعدنا في الاكسبكتيشن، بتساعدنا كيف نتعامل مع الاشياء، نلبس ايه، ما نلبس ايه، انسقن. نيجي للسكريبت تاني حاجة، اللي هي يبقى خدنا السكيما. سكريبتس اللي هي عبارة عن نوع من أنواع السكيما about familiar activities، حسب الفاميليار activities. يعني أحسن مثال بيدوه في العالم اللي هو ريستوران. إحنا قررنا هنروح يعني مطعم معروف إنه مزدحم وعليه إقبال كتير جدا، طب هنعمل إيه؟ فانت هتستدعي السكيما اللي هي في الحاله دي هنسميها سكريبتس، ان دي حاجه فاميليا ان احنا بنروح المطاعم ده على طول. فتقول حيث انها مزدحم، يبقى اول حاجه السكريبت يقول لازم نتصل لان ممكن نروح ما نلاقيش مكان. طيب اول ما نوصل مش هنقعد في اي ترابيزه فاضيه لان ده كله ده مزدحم، هنستنى ويت تو بي سيتد لما يجي الهوستس يخلينا نقعد. طب اول ما نقعد عارفين هنعمل ايه؟ هيقول لنا تشربوا ايه الاول، دي نمره ثلاثه. بعد شويه هيجي لنا نمره اربعه يقول لنا هتاكلوا ايه المين كورس. نمره خمسه يقول لنا تحبوا عندنا حلويات كويسه، عاوزين ديزيرت ولا لا. نمره سته عارفين بعد كده لازم نطلب البيل الحساب وبعدين ندفع والبقشيش ونمشي. ده اسمه سكريبت اللي انا قلته. ده مش كده وبس، انا اقول لك حاجه في السكريبتس دي، انت لو خرجت عنها السكريبت ده بالنسبه لك وبالنسبه للجرسون. بمعنى لو انت جيت قلت له هو جالك قال لك هتاكل وتشرب ايه وبتاع، قلت له على فكره انا عاوز هاتي دلوقتي هاتي ايس كريم، عارف هو يعتقد ايه؟ هيعتقد ان الايس كريم ده انت عاوزه في الاخر، مش ممكن هتبتدي بيه لان السكريبتس ما بنبداش بالحلوى. لكن انا اعرف صديق هنا يقول له بيحب الحلوى كيعني ابيتايزر، حاجه تفتح شويه، هو نظامه كده. فعشان الراجل ما يغلطش ويجيبها له في الاخر يقول له على فكره، يبقى لازم ينبهه ان احنا هنا هنكسر السكريبت اللي في دماغك وفي دماغي. انا هات لي الايس كريم ده في الاول، الحاجه الحلوه دي في الاول او الجاتوه دي في الاول، انا هي دي بالنسبه لي الابيتايزر اللي بتفتح نفسي. تمام؟ والسكريبتس ده في حاجات كتيره جدا. انا افتكر في عدد من الحلقات التلفزيونية للناس اللي يعني المذيعين الكويسين طلبوا ان انا اكتب لهم سكريبت بتاع حلقة
متعلقة بالطب أو السلوكيات. فبكتب له أنت مستضيف مين؟ فلان وفلان وفلان. طيب هتسأل السؤال ده وتوجهه للشخص ده لأن ده تخصصه. أما السؤال ده توجهه للشخص تاني. أما لو دخل يعني متفرج وسأل سؤال متعلق بده يبقى يروح السؤال لده. هتبتدي الحلقة بأنك تدي فكرة عن هنناقش إيه في المرض ومين الضيوف، ويعني بالظبط بنكتب له، هو ده سكريبت اللي هو الخطوات المخطط العقلي اللي هنحطه فيه عشان يعمله. طيب ننتقل لمرة ثلاثة، المنتال مودلز. المنتال مودل ده عبارة عن يعني خيال عقلي، منتال ريبريزنتيشن اهو. ثواني، mental representation after being described، يعني كل واحد بيحط في ذهنه خيال معين. على فكرة الخيال ده مش ممكن يبقى صورة، يبقى ممكن يبقى في صورة صوت محادثة. يعني أنا أتخيل المنتال موديل عندي لما صديقين واحد قال على التاني حاجة مش لطيفة، أنا بقى عندي منتال موديل لما هيتقابلوا كل واحد هيقول التاني إيه وإزاي يعني هيتشاجره. يعني مش لازم يبقى المنتال موديل ده زي ما الناس فاهمة ريبريزنتيشن لحاجة مرئية، هو بيمثل الحاجة اللي ديسكرايب العالم الخارجي بس في دماغك أنت بقى. تحت منتال موديلز دي عاوزين ناخد بعد ما خدنا السكيماز والسكريبتس والمنتال موديلز، تعال ناخد نمرة 4 الايمج اند كوجنيتيف مابس. الايمج يعني ان يور مايند اي، وهدي مثال عشان تفهم ايه الايمج ده. يعني بنستطيع عن طريقه، انا ممكن اتخيل صديقي ده لو لبس كلاون مهرج هيبقى شكله ايه، لو الحط في الموقف ده وتقالوا له قول سبيتش قصاد ناس هيبقى عرقان. ده الايمج. إيه الممثله رائعه الجمال ده ساعات بعض الناس يتخيلها في صوره وهي لابسه بيكيني، اهو ده منتال ايمج. يبقى thinking involves manipulation of image، يعني انت عمرك ما شفتها لابسه بيكيني، عمرك ما شفت صاحبك وهو لابس كلاون، بس بتقدر تتخيله، ده المنتال بيكشر بتاعته. طب ايه الكوجنيتيف ماب؟ برضو الكوجنيتيف ماب، ماب قلنا كوجنيتيف يعني معرفي، ده عباره عن منتال موديل للفاميليار بليسز، الاماكن المالوفه. يعني مثلا اقول لك انا هقابلك في المول الاتي، طب فين؟ هقول لك بص انت هتدخل مثلا في مول العرب من جيت 3 هتلاقي ردها واسعة، هتاخد يمين وبعدين أول شمال هتاخده هتلاقي محل اسمه كذا، هتلاقيني واقف قصاده. فأنت قبل ما تيجي حتى راسم في خيالك موديل للكلام ده، وبالتالي هتلاقيني بسهولة. يبقى يعبر عن mental model للfamiliar places to find a location. كل ده أولاد multiple choice questions مش هيجي. تعال بقى ناخد الكونسبت فورميشن، ادي اول سؤال يجي، تكوين المفهوم. تكوين المفهوم بيشمل ثلاث حاجات، برضو اول مش هتبقى فاهم، ودي الامثله مش هتفهم حاجه، بس مع العبد الله هنفهم مع بعض. جنراليزيشن يعني التعميم، ثم ديفرنشيشن يعني مش بقى عكس التعميم، يبقى الاختلاف، ثم ابستراكشن اللي هي استخلاص المفهوم. بمعنى واحد يقول لي مش فاهم، افهمك، هدي مثال لطيف قوي لاهميه الكونسبت فورميشن. مش ممكن نعيش من غير الكونسبت فورميشن. يعني الثدييات فيما تتشارك ان كلها يوجد عينتان في كل منهما او منهم، ويوجد اذنان، ويوجد فم واحد، يوجد انف واحد، يوجد أربع أطراف، كل الثدييات كده، يبقى ده التعميم. طب الاختلاف في الحجم، الفار حجمه غير الأسد، في الأكل اللي بيأكلوه، في بعضهم بيأكلوا نباتات، في بعضهم يأكلوا لحوم،
في طول الحياة في العقل. الإنسان أكثر عقلا، الشمبانزي والقرد أكثر أقل من الإنسان بكتير، يمثل طفل قلنا عنده 2.5 سنين، لكن أكثر عقلا من الباقي في مدة الحياة قلنا، في حاجات كتيرة. يبقى ده الاختلافات. طب نيجي الابستراكت، ابستراكشن، استخلاص المعنى، اللي هي الوان كاركترستيك، اللي هي السمة الأساسية اللي تجعل منهم ثدييات. اهي الابستراكشن اللي هي الوان كاركترستيكس، عشان يبقى ثدييات لازم يبقى يلد ويرضع، كده يبقى ثدييات. ده الوان كاركترستيكس. وعليه لما اجي اقول لك ان لقوا حيوان في فورست معينه عمر ما حد شافه قبل كده، تقول لي ايه الحيوان ده، احكي لي عنه. فاقعد احكي لك بقى، اقول لك انه عنده 4 اطراف وعينتين ومش طب يعني. لكن لما اقول لك يلد ويرضع بس، يبقى ده ثدييات. طب نفس الفكرة وفي المثال اللي انا اديته، الكراسي، في كراسي ب4 رجلين، في كراسي ب3، في كراسي بظهر من غير ظهر، في كراسي ليها ايدين ملهاش ايدين، فيها شلتة ما فيهاش شلتة. انما ايه الابستراكشن، ايه اللي يخلي ده كرسي؟ انه هو يستخدم في العاد، زي اللي هو زي المنظر اللي قلتولك انت عرفته مع انه عمرك ما شفت بالمنظر ده، انما حطيته في الكونسبت فورميشن. ده ما ينفعش غير كرسي، برغم انك اول مره تشوفه. اما اجي اقول مثلا مثال ثالث، الساعات، في ساعات رقميه، في ساعات بعقارب، في ساعه حيطه، في ساعه يد، في ساعه جيب، انما يتشاركوا جميعا في ايه؟ في انهم يبينوا الوقت. فمهما كان تعقيد الساعة عمري ما هقول عليها دي كاميرا مثلا. يبقى تكوين المفهوم اللي هو الكونسبت فورميشن حاجة مهمة جدا. كل حاجة بنعملها في الحياة كده، كل حاجة عاملين لها جنراليزيشن تعميم، ديفرنشيشن اختلافات، ابستراكشن استخلاص المعنى. طيب سؤال تاني وهو الأهم، التايبس اوف ثينكينج، أنواع التفكير، classified according، من قسمها حسب 4 طرق. أول حاجة nature of the process، طبيعة العملية. قسمها 3 أنواع، يا إما simple thinking، يا compound thinking، يا insight thinking. يعني إيه simple thinking؟ يعني بيسموه reflexive thinking. واحد يقول لي مش فاهم يعني إيه. أحسن مثال زي traffic light، أما الضوء ينور أحمر يبقى لازم اعمل له بيرسبشن، شفت الضوء الاحمر، وده معناه ايه؟ ان انا لازم اقف، لان الناحيه الثانيه لا تمشي، لو حاولت تمشي يحصل حادثه. طب وعشان اقف لازم ادوس على الفرامل، يبقى ده يسموني ده كل ده فكرت فيه بس بطريقه ريفلكسيف سمبل ثينكينج. اول ما اشوف الاشاره الحمراء اروح دايس فرامل، انما 100% ده داخل ذهني بيتوارد فيه كل الحاجات دي، ان الاحمر معناها ان انا اقف عشان الناحيه الثانيه هتمشي، وإن عشان أقف لازم أدوس فرامل، بيسموه reflexive thinking. نيجي الكومباوند والإنسايد ثينكينج. الكومباوند هو trial and error، أما الإنسايد اللي هو معناها البصيرة هي برضو trial and error، محاولة وخطأ برضو trial and error، بس مش في الحقيقة، أتمنت الليفل. وبدي مثال حلو قوي قوي عشان تفهموه هنا. أجهزة كتيرة زي الهارد درايف بتاع الكمبيوتر، بيبقى فيه كيبل كده تركبه ورا، كيبل مش سهل يعني، بتلاقي فيه ميني سباينز كده وسبايكس، وفيه سوكتس فراغات تدخلها فيها قصادها. الشخص اللي بيفكر بالطريقة التانية اللي هي الكومباوند اللي هو ترايل اند ايرور، بيقعد لو هو أقل يحاول كده ما دخلتش، كده ما دخلتش، كده ما دخلتش، لحد ما تدخل، يا دخلت يا اتكسرت. أو ده اسمه compound thinking، trial and error. زي المثال الرات in the maze، عارف يحطوا الرات وحطين صندوق فيه أكل، في سكة واحدة اللي بتؤدي للصندوق، يجرب دي ما نفعتش، دي ما نفعتش، دي ما نفعتش، لحد ما تنفع. إنما إيه الإنسايت ده؟ لا، الناس الأكثر ذكاء اللي هو زي حضراتكم بيستخدموا trial and error at mental level، يعني بيعملها في ذهنه، بيحط الكاب قصاد
الحاجة اللي هتدخل فيها في الهارد درايف، ويقول كده يعملها في دماغه مش هتدخل. ليه؟ لأن الشوك مش قصاد الفراغات. طب كده برضو لسه مش قصاده كده. اه كلهم قصاد الفراغات المناظرة، يبقى هتدخل، يعملها فتدخل. اذا هو عمل تراي اند ايرور، بس عملها في ذهنه ات منتال ليفل، اللي هو يسموها هايبوثيتيكو ديدكتيف، يعني النظرية والاستنتاج. النظرية كده مش هتدخل ليه؟ لأنهم مش قصاد بعض، انما كده هتدخل ليه؟ الاستنتاج صحيح، لأن كل سبايك قصاد السوكت بتاعتها. تمام؟ فده اول نوع من التفكير اللي هو حسب النيتشر اوف ذا بروسيس. نيجي التقسيمه الثانيه والثالثه والرابعه، بحب اقولها بطريقه لطيفه. انا كنت قلت لكم ان الامراض النفسيه بتنقسم الى نوعين، عصاب نيروزيس دي امراض خفيفه، وسايكوزيس جنون امراض ضخمه. وقلت امثله العصاب زي الاكتئاب الديبريشن والتوتر، وقلت مثال للسايكوزي زي السكيزوفرينيا انفصام الشخصية. كنا بنميز ما بينهم ازاي في المحاضرة الماضية؟ الهلوسة، الجنون فيه هلوسة، العصاب غالبا، لان قلت لكم في انواع من الديبريشن بيبقى فيها هلوسة، غالبا ما فيهوش هلوسة. ادي اول طريقة، يبقى اللي عنده هلوسة ده مرض ضخم، يعني نفسي ضخم، ده جنون. اللي ما عندوش ده غالبا عصاب. النهاردة بقى في الثلاث طرق اللي هقولها دلوقتي من الثينكينج بتوع العصاب، اللي هو المرض النفسي البسيط، توتر واكتئاب، دول بيفكروا تفكير ساوند سليم زينا بالظبط، انما التانيين تفكير معتل. ده اللي هنشوفه. يبقى التفكير ممكن اقسمه حسب الاوبجكت ات ديلز ويذ. هل سبجكتيف، يعني ذاتوي، يسموه حتى ايجو سنتريك، يعني بيفكر في نفسه بس، في السلف، نو اكسترنال فاكتورز، ولا اوبجكتيف يعني بغرض لوجيكال منطقي بيكونسيدر الاكسترنال فاكتورز. واحد يقول لي ادينا مثال، احنا قاعدين في المحاضره وطالب دخل معاه كيك تورته، فلو واحد عنده سايكوزيس هيقول اه ده جايبها لنا احنا، يعني ده كل حاجه لنفسه للسلف، ما تصورش ان في حاجه، ده جايبها لنا احنا. وعلى فكرة نفس الحكاية دي موجودة بس طبيعي في الأطفال. الأطفال لما تدخل في إيدك ميدالية، تدخل في إيدك أي حاجة، تصور ما جايبها له هو، بس ده طفل. إنما لما تحصل في واحد كبير، السبجكتيف ثينكينج ده معناه إن في حاجة خلل في سايكوزيس. إنما الراجل اللي عنده نيروزيس أو الناس الطبيعيين اللي هو زي حالتنا، ده بيبقى أوبجكتيف، يقول لك آه ده هو جايب التورتة ليه؟ هو غالبا رايح حفلة أو عزومة أو عيد ميلاد بعد كده، المكان اللي فيه الترك جنب بيته، فقال عشان ما يضيعش وقته ويرجع المشوار تاني، فخد التورته وجيبها للمحاضره وهيطلع بيها على المناسبه اللي هو رايحها. يبقى لوجيكال منطقيه وكونسيدر اكسترنال فاكتورز، لكن مش هقول انه جايب التورته دي لمدرج في مئات الطلبه، ما ينفعش. نيجي ثالث طريقه في التفكير حسب الديجري اوف كونفيرميتي وذ رياليتي، مدى التواصل مع الواقع. بنقسم ثلاث انواع، في تفكير واقعي رياليستيك، واقعي راشنال ريال، او ايدياليستيك مثالي، او اوتيستيك خيالي ايماجينيتيف. بدي مثال طريف عشان تفتكروها ده مني. بقول واحد راجل مسافر في محطة مصر وجاب معاه شنطة تقيلة قوي قوي، راح اسكندرية، طلع سلم وهو مش عارف انهي بلاتفورم انهي رصيف. طب يبقى عاوز يعرف انهي رصيف، ففي انفورميشن بوث، يعني كشك كده، في الراجل القاع بتاع المعلومات هيقول لك انهي رصيف، مش مكتوب، ما فيش لوحه بتقول انهي رصيف، يعني بتصور ذلك. فالشخص الواقعي يقول لك انا برغم ان الشنطه تقيله جدا انا هاخدها معايا، مش هقول اسيبها، هروح بيها طبعا، ولا حد هياخدها. يبقى ده تفكير رياليستيك. الايدياليستيك، وده حاجه مش طبيعيه، يقول لك هو ليه أنا أشيل الشنطة التقيلة دي لحد الانفورميشن ديسك وأرجع بيها تاني؟ ما حدش يعني ليه واحد ياخد شنطة مش بتاعته؟ ليه صحيح؟ هذا تفكير مثالي ولكنه معتل، اللي هو what ought to be، اللي هو الأيديال، بس ده غلط.
الاوتيستيك اللي هو الخيالي بقى ان من هو طالع على السلم وفي ايده الشنطه تقيله ولقى يعني حوافل من البشر، مجموعه من البشر داخله طالعه وراه عادي، الناس كلها جايه تسافر، قال لك بس ده كلهم مش جايين يسافروا، الناس دي كلها جايه تسرق الشنطه. يبقى ده اوتيستيك. زي واحد ترزي قاعد بيفصل ماسك مقص كبير، واحد في البلكونه اكروس ذا ستريت في الشارع الثاني عنده سايكوزيس، فهو بيقص بالمقص وبص للراجل واقف في البلكونه كده على الجهه الاخرى من الشارع، قال لك بس ده بيبص لي هيجي يقتلني ويحد يتخيل قصه وبالمقص وهيموتني، ده اوتيستيك ثينكينج خالي. نيجي رابع طريقه اللي هي حسب الديجري اوف انتربريتيشن، حسب مستوى الفهم. بنقسم الى نوعين، ابستراكت اللي هي استخلاص المعنى، المينينج بيهايند ذا ووردز، المعنى وراء الكلمات. انما في كونكريت ثينكينج، كونكريت جاي من كلمه خرسانه يعني مش معناها هنا خرسانه، يعني بيفهم المعنى الحرفي ليترال مينينج، يبقى واحد بيفهم المعنى وراء الكلمات والتاني المعنى الحرفي. وعلى فكره ده من اكتر الحاجات اللي بتميز لنا الشخص الطبيعي او النيروزيس، ما هو زي بعض العصاب من اللي عندهم سايكوزيس المجانين. فنساله في عياده الامراض النفسيه نقول له انت جاي ليه العياده؟ لا سوري، ايه اللي جايبك العياده؟ فالشخص اللي هو عنده سايكوزيس انت قلت له ايه اللي جايبك العياده؟ يقول لك انا ركبت مش عارف اتوبيس رقم كذا لحد ميدان التحرير، وبعدين نزلت خدت السبواي الاندر جراوند لحد محطه القصر العيني وبعدين جيت. طبعا انت ما تسالوش ده يعني جيت ازاي؟ انت ايه اللي جايبك؟ يعني عاوز تعرف، يقول لك ان انا جاي عشان خاطر عندي اكتئاب، جاي عشان خاطر عندي توتر انسؤن. فهو ما فهمش المينينج بيهايند. انما الراجل اللي عنده عصاب او الطبيعي يقول لك انا جاي لان تعبان يا دكتور، حاسس باكتئاب. يبقى جيت دوك هجاوب جه ازاي؟ ده جاوب جه ليه؟ او ممكن تقول له امثله طريقه اسهل بنقولها بنستخدمها دي في العيادات الامراض النفسيه، نقول له بص فسر لي اللي هقوله لك ده. عصاب يقول لك يعني ما تصرفش غير على قد الفلوس اللي معاك. التاني تساله على قد لحافك بين رجليك، يقول لك يعني لما الحافي يبقى قصير عشان رجليا ما تبردش فانا انام تاني رجليا، الحاف قصير عشان رجليا ما تطلعش بره ابرد. يعني ما فهمش على قد لحافك مد رجليك انها بتعني شيء اخر. او تقول له يا قول لي يعني ايه يا داخل بين البصله وقشرتنا يا مينوبه كلها ريحتها. بتاع النيروز يقول لك اما تحشرش نفسك في اللي مالكش فيه، هتدار من حيث لا معنى، مالكش دعوه بحاجه مالكش فيه. انما التاني يقول لك انا بس عاوز اسال سؤال، وانا معلش سؤال يعني انا اسف بس لخبط، هو ازاي بس فهمني الاول هدخل بين البصله وقشرتها؟ يبقى ده التايبس اوف ثينكينج. بنقسمه حسب طبيعه العمليه النيتشر اوف ذا بروسيس لسمبل وكومباوند وانسايت اللي هو الترايل اند ايرور ات منتال ليفل، حسب الشيء المتعامل معاه الى سبجكتيف او اوبجكتيف، حسب درجه التواصل مع الواقع الى واقعي ومثالي وخيالي، حسب الديجري اوف انتربريتيشن فهم المعنى الى ابستراكت اللي هو بيفهم بيستخلص، ابستراكت يعني يستخلص المعنى وراء الكلمات، وكونكريت يعني ليترال مينينج. انتقل الموضوع الثالث وهو موضوع صغير قوي، ده اصغر مواضيع اللي هو الايماجينيشن. الايماجينيشن اللي هو التخيل، ده بيجي سؤال اللي هو المنتال بلاي اند مانيبيوليشن، يعني اللعب في دماغك كده والتعامل جوه دماغك. تايبس اوف ايماجينيشن، عندي يوجد نوعان من الايماجينيشن، في فري ايماجينيشن وكنترولد ايماجينيشن، عكس بعض تماما. ابتدي بالفري ايماجينيشن. فري ايماجينيشن بيربوزليس، لا غرض له، ان كنترولبل، لا يمكن ان تتحكم فيه، هاز نو جول، مفيش، التفكير مش هيوصلك الى شيء.
وعندنا اربع امثله زي الايماجينيتيف بلاي. وده اكتر حاجه نشاهدها امتى بقى، او احسن مثال ليها، ان هي طفله بتلعب بالدول بالعروسه بتاعتها. فهذا اللعب بيتميز بحاجتين، الميك بليف يعني هي بتعتقد ان العروسه التوي اذا بيبي يعني، ودي هنبقى يعني نتكلم عليها في الديفلوبمنتال سايكولوجي ايه اهميه كده، ان الطفل بيعتقد ان اي حاجه بتتكلم وتتحرك تبقى بيبي، فعشان كده هي في ميك بليف انها بيبي بتكلمها. وتتميز بالستوري تيلينج انها عماله تحكي لها، ما هي فاهمه انها طفل زيها بتكلمها. وحتى لما نلاحظ ونراقب الكلام نلاقيه انه انرياليستيك يعني مش حقيقي خيالي، وهنتكلم عليها برضو لما نيجي نتكلم على الايجوسنتريك ثينكينج في الاطفال. يبقى اول نوع من الفري ايماجينيشن الخيال الحر هو بيتميز بالميك بليف والستوري تيلينج. طيب تاني حاجه الدريمز اللي هو الاحلام. انت بتتحكم في الاحلام، بتشوف ما هو ده خيالات، وبتسمع واحداث كلها خيالات، مش حاصلة، خيال ولا يمكن تتحكم فيها، ولا في جول عاوز توصل له، ولا ليها اي بيربوس. طب نيجي الدي دريمز احلام اليقظة. نتفق في الام اس كيو ان كل الناس مش بعضهم عندهم دي دريمز. طب هل هي مفيدة؟ لها فائدتين، يوجد فائدتين من ورائها. خلاص، اول حاجة انها سيلف موتيفيتيف، يعني كل حاجة بتبتدي بحلم وبعدين بنسعى إلى تحقيقه. زي حضرتك قاعد كده على شيزلونج في على البيتش، وقاعد تتخيل إنك في يوم من الأيام هتبقى دكتور من أشهر الدكاترة، وإن هيبقى عندك يخت ويقوم على خدمتك الكثير من الخدم والحشم والبنات حواليك عمالة تخدم فيك. حلم بس بيستثيرك انك تذاكر اكتر وتهاجر وتعمل وتحاول توصل وتحقق الحلم ده، يبقى سيلف موتيفيتيف. او ويش فولفيلينج، حتى لو يعني ما حصلكش موتيفيشن، على الاقل ما لم يتحقق في الواقع حققته يا سيدي في احلامك. فعشان كده الدي دريمز دي تحدث اهي في الام اس كيو، اوعى تنسى، في كل الناس وبغرضين، سيلف موتيفيتيف ويش فولفيلينج. ثالث نوع من الفري ايماجينيشن اللي هو الاوتيستيك ثينكينج، لسه قايلينه، اللي هو التفكير الخيالي، الراجل اللي متصور انه المحطه كلها جايه تسرق الشنطه، الركاب كلهم، او الترزي ده عاوز يموته. نيجي النوع الثاني من عكس الفري ايماجينيشن، الخيال الحر، الكنترول ايماجينيشن. كنترول يعني محكوم، ده بيربوسفول، له غرض، كنترول بنتحكم فيه، has a goal يعني directed وله goal، عكس الثلاثة التانيين تماما، له غرض وcontrolled بص has a goal. طيب هنا في مثالين زي الارتستيك برودكشن مثلا، خلاص، اللي هو الانتاج الفني. الراجل بقى بدي مثال حلو، هو أسامة أنور عكاشي رحمه الله، في ليالي الحلمية بيبتدع شخصيات خيال مش موجوده في الحقيقه، يبقى ده بس ده كنترول دي ايماجينيشن. هو لها بيربوز، ليالي الحلميه ايه البيربوز؟ ان يسري على المشاهدين وهو نفسه يكسب. كنترول بيتحكم في كل شخصيه بيتخيلها هتعمل ايه، يبقى كنترول. هاز اي جول دايركتد، يعني في الاخر عارف ان في الحلقه الـ30 هترس عليه، ايه الجول اللي بيدعي يوصل له، ده اسمه كنترول دي ايماجينيشن، لازم في الارتستيك برودكشن. وفي الانفنشن، في المخترعات كلها ما بدات كايماجينيشن. احنا بدات كلها كايماجينيشن. فتعال نشوف الفيزس بتاعت الانفنشن. اي اختراع بيمر باربع مراحل،
يعني مثلا الطيارات، اختراع الطيارات. انا فاكر حضرت فيلم اسمه Those Magnificent Men with Their Flying Machines، هؤلاء الرجال العظماء وآلاتهم الطائرة. وكان في أول ربع ساعة حكالنا قصة الطيران، يعني إزاي فكرة الطيران عملوها. فأول حاجة preparatory phase، يعني مرحلة تحضيرية ليها to collect information. فالشخص اللي عاوز يخترع الطائرة يقول لك احنا ليه ما بنطيرش؟ ربما لأن ما عندناش جناح. فواحد قبله حط جناحين وطلع فوق قمة جبل ورمى نفسه هيرفرف، يعني رفرف في الآخر، روحوا طلع. واحد قال لك لأننا مش خفاف، لازم يجربه واحد رفيع، ما نفعتش. ده اسمه preparatory phase، من collect information. بعدين يجي incubation phase، فترة الحضانة، إن الشخص محتضن الفكرة في unconscious mental work، في عقله اللاواعي. إحنا قاعد معانا بيتكلم بياخد بيدي، بس هو دماغه مش معانا خالص، دماغه في الحكاية دي. ثم نيجي inspiration phase، بزوغ الفكرة، بس قال وجدتها، وجدت ايه solution. قال انه انا لو اجنحة الطيارة ما يلتهل قدام قليلا والطيارة اندفعت بسرعة ضخمة فوق 200-300 كيلو في الساعة، الهواء هيصطدم بالجناح، هيطلع لفوق، هيعمل منطقة فاكيوم، يعني تفريغ، هيروح رافع الطيارة. بس ده الفكرة، ده بزغت الفكرة، بس لازم فيريفيكيشن. المرحلة الرابعة فيريفيكيشن، يعني التحقق من الفكرة دي صح، يعني يجربها ساينتيفيكالي وتحصل، وده اللي حصل. يبقى في المخترعات العلمية بنمر بالمراحل الأربعة الآتية: preparatory تحضيري، incubation حضانة، inspiration اللي هو solution اللي هو بزوغ الفكرة، ثم verification scientific work. نيجي الموضوع الرابع والأخير النهاردة، هو موضوع لطيف قوي، وهو intelligence يا أولاد، اللي هو الذكاء. It's ability to solve problems، مقدرة حل المشاكل. أول واحد فكر في الحكاية دي كان اسمه جاردنر في 1993، في سنة 1993. وقلنا احنا النهاردة قلنا العنوان الكبير بتاعنا Cognitive Psychology، اللي هو علم السلوكيات المعرفي. فالإنتليجنس هو الموضوع الرابع ده، مع البرسبشن في المحاضرة اللي فاتت، كل دي Cognitive Psychology. فهو الكوجنيتيف أبيليتي تو إيه؟ على أي أساس نقول إن حضرتك ذكي؟ To reason، يعني انك انت تفسر، في ريزون، ادام تعرف تفسر الحدث يبقى انت ذكي. تو ريممبر، عندك مقدره حلوه على التذكر فانت ذكي. تو اندرستاند، بتفهم، ده ذكاء. تو سولف بروبلمز، حل المشاكل، ذكاء. ميك ديسيجنز، اخذ القرارات، ذكاء، يحتاج الى ذكاء. طيب انكلودز ايه؟ التعلم، لير، used to solve problem، تعود على حل المشاكل، والادابت تو تشينج، انك تقدر تتكيف مع التغير. اول سؤال بقى الانتليجنس عندي فيها شويه اسئله جميله قوي. اول سؤال اسمه components of intelligence، مكونات الانتليجنس، هو تسعه. انا في طريقتي يا اولاد هقولها لكم بطريقه تحفظ، 2 3 4، يعني هناخد 2 لوحدهم عشان تفتكرهم، 3 لوحدهم، 4 لوحدهم. نبتدي بالثلاثة الأول، هقول لك ليه. لأن دول بيسموهم التراديشنال انتليجنس، اللي هي الذكاء التقليدي، اللي هو يسموه اللي في بتاع المدرسة. في المدرسة في ثلاث حاجات. أول حاجة اللينجويستيك، اللي هو في اللغة، والمقصود هنا إنك تقدر تعبر عن ما تشعر وما تحس بجمل وكلمات معبرة، يعني عارف زي موضوع التعبير كده، ما هو ده ذكاء، اللي بيعرف يكتب موضوع تعبير يعبر فيه عن الموضوع كويس، دي حاجة مهمة جدا. لوجيكال أو ماثيماتيكال، لوجيكال أو ماثيماتيكال يعني منطقي أو رياضي، كلنا فاهمينها، يعني إنك أنت في منطق.
تقدر تحط نظريه وتثبتها. او حتى لوجيكال هنا مش بس بمعنى رياضه يا اولاد، يعني انت لوجيك في قياس الاوزان، يعني بتقديرك حلو، ده ذكاء انك تقول دي تقريبا وزنها كذا، المسافه دي تقريبا قد كده، الحكايه دي تاخد وقت قد كده، ده جزء من اللوجيكال والماثيماتيكال. سباتيال اللي هي 3 دي بقى، اللي هي تصورك للي حواليك، اللي هو يعني عارف احسن حاجه مثال فيها اقدر اقوله ايه؟ الهندسه الفراغيه يا اولاد، اهو ده ذكاء. دول الثلاث انواع اللي هم تراديشنال، اللي هم بتوع الدراسه، لكن ما هماش دول بس اللي ينموا عن ذكاء، في انواع اخرى. تعال ناخد، خدنا الثلاثه، ناخد الاثنين، انترا بيرسونال وانتر بيرسونال. انترا بيرسونال يعني داخلك، يعني انك تستطيع ان تعرف نفسك، يور اون فيلينجز، مشاعرك، انتنشنز، نواياك، الموتيفز، ايه اللي وراها، ده ذكاء. ان تعرف نفسك دي شيء جميل. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. وعلى فكره مش في ناس بتفهمها قدر نفسه يعني يحط من نفسه، لا، يعني حتى الذكي يبقى عارف انه ذكي، اللي مش اقل ذكاء يبقى عارف انه اقل ذكاء، مش الذكي يدعي الغباوه، او الشخص الكويس يدعي انه اقل، لا، ده مش انترا بيرسونال. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، مش حطه من نفسه. انتر بيرسونال اللي هو انك انت تعرف الاخرين، ديستينكشن امونج اذر، تعرف الاخرين. وهنا بدي مثال حلو قوي، عارف من ضمن الذكاء جدا في معرفه الاخرين ان تحس بما يشعرون، ودي نسميها امباثي ام نوت سمباثي. سمباثي يعني متعاطف معاه، انما امباثي يعني انا حاسس بالظبط، وحاسس بايه الشخص اللي فقد ابنه ده، حاسس بايه بالظبط. ده ذكاء انك تبقى فاهم حاسس بايه. يبقى خدنا 3 و2 ادي 5، فاضل 4 بقى. نيجي ميوزيكال. هنا ميوزيكال مش معناها انك انت تعرف تضرب مزيكا، لا، انك تميز النغمات والايقاع والاصوات، ده ذكاء. يعني لما نسمع كوبليه كده، واحد اول واحد يتعرف الاغنيه دي ايه، 100% يبقى اكثر ذكاء لو كنا سمعناها نفس عدد المرات طبعا. فده معنى كلمه ميوزيكال، طبعا بالاضافه لك الناس اللي عندها اذن موسيقيه وبتضرب. نيجي بادي كاينستيتيك. يعني ايه بادي كاينستيتيك؟ كاينستيزيا علمتها لكم يعني احساس الحركه. طب الاحساس ده في المخ والحركه دي في البادي، فيبقى في ترابط ما بين الحركه والاحساس. واحد يقول لي مش فاهم، انا عارف انك مش فاهم، اديك مثال هتفهم. احسن مثال ليها اللي هو الماجيشن، الساحر، ان هو توافق عقله مع حركاته من السرعه الواجبه، بحيث هو اذكى مننا، بيخدعنا. طب واحد يقول لي لا، ادينا مثال اسهل. اديك مثال اسهل ازاي انها عاوزه ذكاء. حضرتك في ترابيزه وفي مسمار كده، ومن تحت الترابيزه بصاموله، وانت عاوز تفكه. الشخص العادي يجيب مفك يقعد يدور المسمار من فوق، فيدور المسمار مع الصاموله، عمره ما هيتفك. الشخص الذكي بقى اللي هو بيتوافق في الحركات مع الاحساس، ان يقول لا، انا لو مسكت المسمار من تحت كده، وبعدين جبت المفك من فوق وقعدت ادور المسمار، مسكت الصاموله من تحت ودورت المسمار من فوق بالايد الثانيه، كده يتفك. اهو ده بادي كاينستيزيا. يبقى مش لازم كلنا نبقى صحرا عشان خاطر تبقى تفهم المعنى. اليوز اوف اول بادي بارتس بطريقه سليمه. فاضل 2، ناتشوراليستيك. جاء من كلمه ناتشورال يعني طبيعه. احدها انك تسي باترن ان نيتشر، يعني انت مثلا لما السحاب كده يتجمع في صوره شخص، تبقى ده شكله وكانه كذا. او اقول لك حاجه تاني بس صعبه شويه، ساعات في صور كده عاوزة ناس أذكياء تقعد تدقق فيها، تثبت عينيك عليها، الصورة ما فيهاش شكل، تدقق تدقق تدقق، في بعض الناس يكتشفوا الشكل اللي في النقاط وبعضهم لا. وعلى فكرة موضوع بتاع الناتشوراليستيك أعمق من ذلك، إنك تفهم النيتشر يعني إيه؟ تبقى فاهم إن النبات ده يحتاج إلى قدر قد كده من المية، وقدر قد كده من الأسمدة، فأنت فلاح ذكي مش فلاح غبي. أو في
انيمال عندك دوج عارف ياكل ايه وانك لازم تخرجه عشان خاطر يتخلص من فضلاته وايه الاكل اللي ياكله وازاي انه تعبان فاهم النيتشر. بعدين نيجي اخر حاجه اللي هي الايموشنال او بيسموها to perceive a link to emotion, link emotions to one thinking, يعني ربط المشاعر. الحقيقة هما دي في نوع تاني هو extinctive, دي التعبير الأصح يعني exist, ان احنا ان تفهم احسن من كلمة emotion. يعني بعض الكتب بيكتبوها دي existence, يعني لماذا خلقنا ولماذا نعيش ولماذا نموت, فلسفة عاوزة ذكاء. تسعة دي مختلفين فيها في المراجع المختلفة. طيب نيجي السؤال اللي بعد كده في الانتليجنس, development of intelligence. its integration, يعني تطور الذكاء بيعتمد على شيئين, biological factors and environmental factors, عامل حيوية وعامل بيئة. عامل حيوية زي الجينيتك, جينيتك فاكتورز, 100% الذكاء بيتوارث. واحد أبواه أذكياء أو أبوه أو أمه بس أذكياء فتوارث عنهما الجينات وبقى ذكي, يبقى فيها جينيتك فاكتور 100%. بدليل هتلر في حاجة لا أخلاقية عمل استراليزيشن الأغبياء في ألمانيا عشان ما يخلفوش على الأغبياء, عشان خاطر كان عاوز الجنس الآري النازي يبقى هو الأكثر ذكاء, وقد نجح في ذلك ولكن بطريقة غير أخلاقية. يعني فيها جينيتك فاكتورز. برين ديفلوبمنت يعني تطور المخ. هنا بنتكلم برينيتال يعني قبل الولادة, برينيتال حول الولادة اللي هي الولادة, postnatal بعد الولادة. prenatal يعني قبل الولادة اللي هو فترة الحمل. معروف ان اخطر حاجة الفيرست تريمستر اللي هو اول 3 شهور, ده لازم نحاسب جدا على الام. ليه؟ عارف ليه؟ عشان مفيش placental blood barrier, مفيش حاجة تمنع دخول اي حاجة في دم الام الى الجنين. drugs, ما يصحش تاخد دراجز في اول 3 اشهر, ودراجز معينه تمتنع عنها اكتر. اكس راي ما نعرضهاش لاكس راي. الانفكشنز زي معروف الجيرمينال ميسلز الحصبه الالمانيه بتؤدي للكوارث, وفي ادويه زي الثاليدومايدز عمل تشوهات في الاجنه. بيرينيتال يعني في اثناء الولاده, في بيرث تروما. كان زمان بيستخدموا جفت كده يضغطوا بيه على راس البيبي عشان يصغروها عشان تمر في البيرث كانال في قناة الولادة. طبعا دلوقتي اي حالة من الحالات دي بيعملوا سيزيريان عشان ما يعرضوش البرين لدامج. او انوكسيا لو اتقفل الامبليكال ارتي ضغط عليه في الامبليكال كورد والطفل ما راحش المخه اوكسجين, كارثة. او ار اتش انكومتابيليتي اللي هو الطفل الار اتش بوزيتيف ومولود من, مين شاطر بقى يقولها لي, من ار اتش نيجاتيف, فين الكلمة بتاعت شطار, سنسيتايزد ماذر, لازم تبقى عندها انتي بوديز. بوست نيتال يعني بعد الولاده برضو زي الحمى المخيه الشوكيه والحاجات دي بتاثر على الذكاء. ده البيولوجيكال فاكتورز. يبقى جينيتك يا برين, والبرين قسمناها قبل واثناء وبعد الولاده. نيجي انفايرمنتال فاكتورز, 100% كلتشر, الثقافه هتاثر في الذكاء. الايدوكيشن التعليم, المال نيوتريشن سوء التغذيه, السوشي ايكونوميك العوامل الاجتماعيه والاقتصاديه, ديفينيتلي كل هذا يؤثر يا اولاد. طيب بيزك انتليجنس, الانسان بيصل الماكسيمم انتليجنس امتى؟ الماكسيمم انتليجنس بتحصل عن سن 18 سنه. يعني كده كل واحد فقد الامل, كلكم عديتوا 18 سنه خلاص, هو ده الماكسيمم. وعلى اللي فهمنا اكتر يعني ايه, يعني ايه ماكسيمم انتليجنس عن 18 سنه. انا قلت لكم بعتبر البرين اذا كمبيوتر يا اولاد, والكمبيوتر له سعه معينه, الهارد درايف عنده سعه معينه بيتحدد بيها
كفاءة هذا الكمبيوتر. فسعة الكمبيوتر، سعة ذهنك، مقدرة ذهنك على استيعاب المعلومات بتصل أقصاها عن 18 سنة. طب امال في بقية الحال اللي بيحصل؟ بقية الحال اللي بيحصل اللي هو بقى عارف السوفت وير، البروجرامز، انك بتاخد خبرات في الحياة، بروجرامات. انما الذكاء كذكاء يصل ماكسيموم عن 18 سنة، ثم بعد 18 سنة هي خبرات حياتية. السؤال الثالث، جروب ديفرنسز. السؤال الثالث في الانتليجنس، واحد هنتكلم في اربع نقاط. 100% الايربن اذكى من الرورال بيبل، اي ايربل يعني اللي هم عايشين في الحضر، رورال يعني في الريف. حتى احنا نقول في التعبير قروي ساذج، يعني الاكسبوجر بتاع واحد قروي للايه كان فارغ. إنما العيش في المدينة بقى بكل أضواءها ومواصلاتها ومكتباتها ودور السينما ومسارح 100% هيتأثر أكتر. نيجي الأكيوبيشن، العمل، هل العمل يؤثر في الذكاء؟ أقول لكم هنا مفاجأة لطيفة، إن الميديكال ستودنتس أذكى من النون ميديكال. بس خد بالك في مغالطة هنا، هو مش دراسة الطب، دراسة الطب هي التي جعلتهم أكثر ذكاء، لا لا لا، ده بريور سيلكشن، احنا يعني اختيار مسبق، نحن اخترنا اوائل الثانويه العامه لدراسه الطب، فبقى الاطباء في معظمهم، لان الكليه خدت اذكى طلبه في الثانويه العامه في الاغلب، بقى هم الاذكى. لكن طبعا لو واحد من اوائل الثانويه العامه ودخل في اي كليه اخرى هيبقى ذكي طبعا واذكى من الاطباء بكثير. يبقى الميديكال احسن من النون ميديكال عشان البريور سيلكشن، الاختيار المسبق. نيجي راشيال ديفرنسز، فرق في الأجناس. 100% طفل عايش ياباني، جنس الياباني أو ألماني في العالم الأول، الإكسبوجر لحاجات ضخمة، غير طفل عايش في عالم ثالث. نمرة 4 الأخيرة، سكس ديفرنسز، هل في فرق بين ذكاء الميل والفيميل؟ في كل متميز بطريقة. يعني الميل ربنا خلق دماغه أحسن في الأريثماتيك والريزنينج، في الرياضيات وفي إيجاد الأسباب، عشان كده تلاقي كليات الهندسة يعني مزدحمة بالولاد، بينما الفيميلز أحسن في اللغات، الفوكابلوري يعني أحسن، عشان كده كليات الأداب أكثر ازدحاما فيها الفيميلز. السؤال الرابع، assessment of intelligence، تقييم الذكاء. راجل اسمه ستانفورد بنت عمل الاي كيو. ايه الاي كيو؟ اللي هي معامل الذكاء، المعادله هتبقى حافظها صم. بنقسم المينتال ايج اللي هو العمر العقلي على الكرونولوجيكال ايج على العمر الزمني اللي هو الاكشوال ايج ونضربها في 100. تمام. طيب كرونولوجيكال، كرونو ما انا علمتكم كروناكس از التايم، فكرونولوجيكال ايج معناها العمر الزمني، لانه كرو بنقول لك كرونيك ديزيز يعني مرض مزمن، يبقى كرونو يعني زمن. كرونولوجيكال ايج اللي هو الاكشوال ايج ان مانث، ناخدها بالشهور. طب المينتال ايج؟ لا، ده اللي هو الميجر اوف ليفل اوف انتليجنس ات جيفن تايم. طب ازاي نقيس عمرك العقلي؟ في تجارب اللي عملها واحد اسمه ديفيد ويتشستر. ديفيد ويتشستر، هما طبعا ويتشستر ده اللي مكتوب عندكم لانه ده اسم الفاميلي نيم، انما هو اسمه ديفيد ويتشستر. انتليجنت سكيل فور تشيلدرن، عمل مجموعه من التجارب للتشيلدرن، حتى اختصارها اهو هيبقى ويز، لانك لو خدت دبليو اي اس سي ويز اللي هو ويتشستر انتليجنت ويتشستر ويتشسلر انتليجنت سكيل فور تشيلدرن. انما نفسه هو عمل نفس المجموعه للادلت فوق سن 16 سنه اللي هو ويتشسلر ادلت انتليجنت سكيلز، يعني في مجموعه تجارب الاطفال غير تجارب الادلت اللي هم فوق سن 16 سنه. التجارب دي يا اولاد نوعان، تقدر تدخل على جوجل، تدخل على الانترنت وتشوف تجارب نوعان. في فيربال تيست يعني تجارب منطوقة، نسألك أسئلة وتجاوب، فمثلا نقول لك
نشوف أكبر عدد من الحروف أو الأرقام يمكن تذكرها أو الكلمات للتست الميموري. خلاص ممكن تست الذكاء، هديكوا حاجة حتى مثال لطيف شوف هتجاوبوها ازاي. الفيربال تست بيت الأربع اتجاهات بتتجه إلى الساوث للجنوب. ما لون الدب over there؟ بيت الأربع جهات متجه للجنوب ازاي دي؟ أنا أقول لك حل الفزورة دي. دي الكرة الأرضية، يبقى هنا النورث بول القطب الشمالي، فالبيت بالظبط يعني في خيال السائل موجود فوق النقطة بتاعت القطب الشمالي، فكده جنوب كده جنوب، لأن هنا بس الشمال، كده جنوب كده جنوب، يبقى الأربع اتجاهات جنوب. يبقى إذن هذا البيت في القطب الشمالي. الدببة هناك بتبقى البولار بيرز دي بتبقى لونها أبيض. يعني في أسئلة كده ممكن أقول لك شوية حروف أو أرقام ونشوف أكبر الميموري سبان بتاعتك هتشيل قد كام واحد. في بيرفورمانس تيست ممكن تعملها بإيدك، وفي بيرفورمانس حاجات زي كده. يعني أنا هديكم التجربة هو وابقوا حلوها يعني بنفسكم بإذن الله، ابقى أوقف الفيديو وشوف هتحلها إزاي. يعني اهي شوف انت بقى المربع الفاضي ده، حتى عاوز احط لك فيه لون احمر اهو عشان تعرفه. من الاربع صور اللي تحت مين اللي يتجانس ويكمل الصوره بصوره صحيحه؟ اهي ايه الاجابه الصحيحه هنا؟ فكر فيها. يلا بحلوها، اديني بسليكوا. طيب نيجي السؤال اللي بعد كده، الاي كيو ديستريبيوشن كيرف، اللي هو السؤال الخامس. خامس اسئله. الكيرف اولا شكله بيل ابييرنس زي الجرس. ليه؟ لان معظم البيبل مور بيبل نير ذا افريج. وعاوز اقول لكم حاجه الناس مش فاهماها، انت عارف الافرج اي كيو كام؟ 100%. 100% ده يبقى مش طفل متميز، مش قدر متميز، ده طبيعي، طبيعي جدا. ليه؟ لان ده معناها افهم ان المينتال ايج العمر الزمني متمشي مع العمر العقلي، الكرونولوجيكال ايج متمشي مع العمر العقلي مع العمر الزمني، يبقى ده على ده بواحد في 100 يبقى 100%. يبقى 100% ده مش متميز، 100% ده عادي جدا طبيعي، لا هو متخلف ولا هو متميز. عشان كده معظم الناس طبيعيين، معظم الناس اسف طبيعيون. يبقى هنا معظم الناس في النص هنا اللي هو 90 ل 110% بمتوسط 100%، معظم الناس هنا. وبعدين في تابرنج اوف على البوث اندز، الناس اللي ناحيه دي هيبقوا اكثر ذكاء، طب الناس اللي ناحيه دي هيبقوا اقل ذكاء. يبقى الشكل العام اهو، اوعى تنسى في الام اس كيو انه بيل ابييرنس شكل الجرس، بيل 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 ابييرنس. هنا بقى برضو انا عندي طرق للتحفيز حلوه. رقم 3 هو اهم رقم هنا في حفظ السؤال ده. طيب تعالى لو فوق 110 يبقى ده متميز، في 3 احتمالات اهو، اول 3 من 110% ل 120% يسموه سوبيرور، يعني متميز متفوق عالي عن الباقيين سوبيرور. طب 120 ل 140% very superior متميز جدا. طب فوق 140% genius يعني عبقري. والمفاجأة يا أولاد ومش مجاملة، إن all medical students are classified as being genius. You are genius، أنتوا متفوقين. طيب بالعكس تحت 90% 80 ل 90 دال افريج، يعني بالعافيه نعتبره الطبيعي. طب 70 ل 80 بوردر لاين، بوردر لاين يعني لا هو طبيعي ولا هو متخلف، زي في فورست جامب مثل الشخصيه دي اللي هو توم هانكس وخد اوسكار فيها في فورست جامب، كان بوردر لاين في الفيلم اللي هو من 70 الى 80%، يعني لا هو ضمن العاديين ولا هو ضمن المتخلفين. تحت 70% يبقى ريتاردد. ناخد بقى اولاد ال الصفحة الأخيرة، يبقى تاني في عجالة كده، يبقى الأفريج
من 90 ل 110%. طب في ثلاث احتمالات فوق ال 110 ل 120 سوبيرو، 120 ل 140 فيري سوبيرو، وبعدين فوق 140 يبقى جينيوس. طب تحت 90% 90 ل 80 ضل افريج، 70 ل 80 يبقى بوردر لاين يعني على الحد الفاصل، وبعدين تحت 70% يبقى منتالي تارجت. يبقى 3 و3 المنتالي تارجت ثلاث انواع برضه اللي هم تحت 70%. ففي عندي الاتي بقى المنتالي تارديشن او المنتال سب نورماليتي، دول تحت 70%. هنقسمهم الى ثلاث مجموعات، يبقى كل حاجه ثلاثه: ايديوت ومش هلتزم باللغه اللي هي الحرفيه هنسميه الابله، امبيسيل هنسميه المأفون، فيبل مايندد يعني ضعيف العقل هنترجمها الاحمق، حتى تبقى اسم فيلم اهو، الابله والمأفون والاحمق. الابله ده سيفير منتال ريتارديشن، الامبيسيل مودريت منتال ريتارديشن، الفيبل مايندد مايلد منتال ريتارديشن. كل واحد في الثلاثه، انا قلت لكم كل حاجه ثلاثه، هنقسمه لثلاث نقاط. اهم نقطتين الاي كيو والمنتال ايج. نبتدي الايديوت، الاي كيو بتاعه من 20 ل 30% وعمره العقلي تحت سنتين، دي بقى هي الفيصل تحت سنتين، لان دي هتفهمك النقطه الثالثه الكاركترز. يبقى عاوزك وانت بتكتب تتخيل طفل عنده تحت سنتين. يبقى في ثلاث مميزات، نمره واحد او ثلاث خصائص اسف، cannot protect himself against common dangers، ما اقدرش اسيب طفل تحت سنتين في البيت لوحده، هيحط ايده في النار، هيحط ايده في السويتش، في الكهرباء، في البلاج، خلاص هيعور نفسه باي مقص او سكينه. cannot protect himself against common dangers، cannot take care of himself، ما اقدرش اقول له لبس روحك، ما اقدرش اقول له وكل نفسك، لازم اساعده، cannot take care of himself. طب تاني ميزه او تاني خاصيه، تحت سنتين يبقى ما يتكلمش، defective speech، تحت سنتين يبقى incontinent يعني مش عارف يتحكم في البول والبراز. تعالى بقى الامبسيل اللي هو مودريت منتال ريتارديشن. ليه سموه امبسيل يعني مقفون؟ لانه اذكى من انه يؤذي نفسه، بس بيؤذي الاخرين، فعشان كده الاخرون يعني كارهينه، مقفون، ما حدش حبه، اذكى من انه يؤذي روحه لكن يؤذي الاخرون، يؤذي الاخرين. هنا بقى ثلاث نقط، الاي كيو من 25 ل 50% وعمره العقلي من 3 ل 7 سنين. طب دي بقى المهمه بقى، عمره العقلي 3 ل 7، يبقى تخيل معايا طفل عنده 5 سنين او المتوسط، يبقى طبعا ما يحطش ايده في النار، ما يحطش ايده في الفيش، كان بروتكت هيم سيلف اجينست كومن دينجر، هنا كان مش كان نوت، يقدر يحمي نفسه من كومن دينجر، كان تيك كير اوف هيم سيلف، يقدر يلبس نفسه، يقدر يوكل نفسه، يقدر حتى يحمي نفسه. وبعدين بيتكلم بقى بس ترينابل، يعني ليه قلت ترينابل بات نوت ايديوكابل؟ نوت ايديوكابل لانه لسه سن المدرسه اساسا سن 6 سنين، فده ما يدخلش مدارس، لان ده اخره من 3 ل 7، متوسط 5 اخره 7، لكن ترينابل ممكن نمرنه يعمل حاجات بسيطه، اي ممكن تتعاون مع طفل عنده 5 سنين يساعدك في حاجات معينه، يناولك حاجه انسقن. نيجي بقى زعيم العبط اللي هو الفيبل مايندد اللي هو مايلد منتال ريتارديشن، ده بيبقى من 50 ل 70% وعمره العقلي ده الاي كيو من 7 الى 10. هنا بقى كان دو سيمبل وركس، ممكن نستغله في سيمبل وركس، ايزلي سجستبل تو دو سيكشوال اكت. تخيل هو عمره العقلي تحت 10 سنين من 7 ل 10، بس ادلت بالغ عنده حواس ومشاعر جنسية زي ما هي، وما فيش عقل من فوق يكنترولت، يبقى يعمل سيكشوال اكت، مصيبة، كان دو كرايم انك انت تقول له بص ده ما بيحبكش، انت تمسك السكينة دي وتديله ببطنه، هو اهبل بقى، فيستغلوهم في عمل جرائم كرايم. وبعدين لانه فوق 7 سنين يبقى دخلنا المدرسة، يبقى ممكن يدخل برايمري سكول، مدرسة ابتدائي وخاصة وديفيكلت يعني بصعوبة. يبقى ثلاث انواع، الابله والمأفون والاحمق، اتكلمنا عليهم في ثلاث نقاط، الاي كيو والمنتال ايج والكاركترز. واهم حاجه العمر، ده اللي هيساعدك تفتكر، الابله تحت سنتين يبقى اتكلم عن مواصفات تحت سنتين،
لا يحمي نفسه ولا ياخد باله من نفسه وما عايش عارف يتكلم ومش عارف يتحكم في البلبراس. انما تاتل سبعة لا يحمي نفسه وياخد باله من نفسه ما يتعلمش بس ترينابل اللي من 7 ل 10 بقى اللي هو الفيبل مايندد قلنا ده ممكن يعمل سيمبل ورك يدخل مدرسه بس مش ديفيكالتي وطبعا لانه عنده يعمل سيكشوال كرايم سيكشوال اكت او كرايمز. نيجي فيه سبيسيفيك ليرنينج ديسابيليتيز دول بقى بيبقوا زي ما بتوع نسيت اقول لكم ان في المينتال سب ريتارديشن او مينتال سب نورمالتيز دول ليهم ستاندردايز تيست مخصوصه ليهم. برضو السبيسيفيك ليرنينج ديسابيليتيز عندهم برضو ستاندردايز تيست خاصه بيهم. خلاص في اول نوع اللي بناخده اللي هو سبيسيفيك ليرنينج ديسابيليتي بيبقى ما عندوش مقدره هو ذكي في الحاجه زي الفل نورمال انتليجنس بس عنده عدم مقدرة على التعلم decreased academic achievements القراءة صعبة الهجاء صعب الكتابة صعبة الحساب صعب أشهر مرض فيه حتى اسمه ديسلكسيا يا أولاد. الديسلكسيا دي على فكرة أقول لكم معلومات العامة الجميلة دي أكتر منتر يعني أكتر retardation منتر retardation في العالم الديسلكسيا دي. وفي الناس الليفت هاندد برغم انهم بيبقوا فنانين وموهوبين اكتر من رايت هاندد اللي هم بيستخدموا ايدهم الشمال اكتر 12 مره الديسلكسيا دي. ده في الحياه عادي خالص بس في المدرسه مصيبه لا قرايه ولا هجاء ولا حساب ولا كتابه. نيجي العكس بقى اللي هو الكرييتيف دايفرجن ثينكينج ده شخص ايبل تو برودوس نيو هاير كواليتي ده اهو of ideas and products يعني عنده بيطلع حاجات حلوة افكار حلوة وحاجات جميلة. divergent thinking يعني عنده divergent يعني كذا طريقة لحل المشكلة many different solutions to one problem مش عنده one path كده ماشي فيه ما بين خطين لا عنده افكار many different solutions to solve problems. وبعدين عنده a set of creative skills اللي هو work hard with persistence يعني دؤوب وصبور في العمل to solve problems وزي ما قلنا divergent thinking كذا طريقة لحل المشكلة break out old problem solving habits أي مشكلة يحللها ويكسرها ومالوش دعوة بالحلول التقليدية القديمة وعنده حلول جديدة willing to take risk ومستعد لأخذ المخاطرة. يبقى دول التلات انواع الاخرين خدنا المنتال ريتاردد وخدنا اللي عندهم صعوبات اكاديميه في التعليم وخدنا التالت اللي هو بالعكس الكرييتيف عندهم دايفرجن ثينكينج وسيت اوف كرييتيف سكيلز. ولا تنسى المنتال ريتاردد تلات انواع الابلة هو المأفون والاحمق وكل واحده تتكلم عليه في تلات نقاط اللي هو الاي كيو والمنتال ايج والكاركترز. ولا تنسى المتفوقين كانوا تلاتة سوبير وفيري سوبير وجينيوس واللي قال ضل افريج وبوردر لاين ومنتال ريتارديشن. وفي النهايه قد سعدت بلقائكم واتمنى ان اكون افدتكم وادعو الله لكم بالتوفيق ونلتقي باذن الله في محاضره جديده.